مشاهدينا الكرام ومرحبا بكم اليوم في هذه السهرة الخاصة بعيد الفطر المبارك. أنا نقول لكم عيد سعيد لكل الشعب الجزائري أينما كان وحيثما وجد داخل أو خارج الوطن. نقول لكم تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. سعيدة جدا بتواجدي في هذا البلاطو في قناة الوطنية. نقول لكم ما تزابيوش بقوا معنا، إن شاء الله هنجوزوا سهرة ممتعة رفقة الضيوف اللي شرفونا اليوم بحضورهم. لكن قبل ما نقدم لكم الضيوف اللي راهم معنا، نقدم لكم زميلي عبود اللي راح يقاسمني اليوم تنشيط هذا البرنامج. مساء الخير عبود. مساء النور نوال، عيد مبارك سعيد، كل عام وانت بألف خير. شكرا. كل عام وانت وردة من وردات بلادنا الجزائر. طبعا نوال اليوم سعيد بوجودي معك، يعني نحن نعرف بعضنا البعض من مدة لكن ولا برة تشاركنا شيء، لكن سبحان الله شاءت الأقدار أن نتشاركوا هذا البلاطو. طبعا أنا نقول لكل الجمهور اللي راه يشاهد فينا على هذه الشاشة الصغيرة شاشة الوطنية، عيد سعيد، كل عام وانتم بألف خير، كل عام وأفراح الجزائر تعلى وتعلى. طبعا لمتنا أحلى مع شاشة الوطنية في هذا الفضاء، في هذا الاستوديو، نوجه طبعا أيضا أحلى الإهداءات، أحلى التبريكات لجاليتنا الجزائرية المقيمة بالخارج التي دائما ترفع العالم الجزائري أينما حلت وارتحلت. نوال جاليتنا ما شاء الله عليها، ما شاء الله عليها، وعلى بالنا باللي الجزائريين راهم في كامل الولايات، يعني في كامل، نعم في كل العالم، في كل العالم. نعم. يعني ان شاء الله نسلموا كامل عليهم ونقول لهم صح عيدكم انتم تاني، مالغي راكم بعد علينا بصح راكم في القلب. نعم، لكن تبقى دائما يبقوا القلوب مع البلد. نعم. وقلوبنا طبعا مع ضيوفنا الكرام اللي جاونا حتى يشاركوكم مشاهدينا هذا الفرحه، فرحه عيد الفطر المبارك. طبعا انا راح نبدا ببنت الدار، بنت الوطنية، جميلة الوطنية، واحدة من الوردات أو زهرات قناتنا نسرين اللي اليوم ما شاء الله عليها راهي متألقة بالكراكو. صح عيدك نسرين. شكرا. صح عيدك نسرين. ميرسي نوال. صح عيدكم، كل عام وانتم بخير، ينعاد علينا وعليكم إن شاء الله بالصحة والهنا. إن شاء الله العقوبة لكل عام. نتمنى إن شاء الله نكونوا يعني كفينا ووفينا. قناة الوطنية يعني كانت حاضرة ببرامج مختلفة في هذا العيد، برامج عائلية، وان شاء الله نكونوا كنا عند حسن ظن الجمهور. نعم، وكل هذا طبعا راح نحكيوا عليه سهرة الليلة نوال. نعم. بدون إطالة أنا تاني حبيت نرحب بالمنشد اللي شرفنا بحضوره اليوم، أيوب الجزائري. مساء الخير، مرحبا بك معنا، صح عيدك. كل عام وانت بخير، ينعاد علينا وعليكم بالخير. شكرا. الله يسعد يعني بحضور هذه الجلسات مع الوجوه المنورة اليوم. نعم. اليوم قلت لنا لازم نحضروا غير بالدرجة، ما كانش فصحى هكذا. لا لا، احنا رانا في عائلة، رانا جو عائلة. في عائلة فوالا. نهضروا نكونوا آلاف. إن شاء الله رب ينعاد علينا وعليكم بالخير إن شاء الله، وإن شاء الله كما قال تكون الوطنية دائما في ارتقاء دائم إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. نعم. طبعا وراها يعني في الجهه المقابله لايوب. نعم. راهي متواجده واحده ربما انا نقول من اعرق العائلات الجزائريه. نعم. عائله شيخنا الكبير عبد الكريم دالي راهو تمثل هذا الليله طبعا حفيدته وهبه. وهبه عيد مبارك سعيد، كل عام وانتم بالف خير. يسلمك، عيدكم ايضا مبارك لكل الامه الاسلاميه والشعب الجزائري داخل وخارج الوطن وكل كل عمال القناة الوطنية. إن شاء الله يا رب. نعم. نعم، مازال ضيوف، مازال عندنا ضيفه هي برعومه. انا عندي برعومه واحد الصوت عندها ما شاء الله. مساء الخير حبيبتي، صحة عيدك كل عام وانت بألف خير. صحة عيدكم، صافي بليزر كو راني معكم هنايا، ونهار الاول كراني نفوت هنايا معكم ومع الضيوف تاعنا. حبيت تاني نقول لكم صحة عيدكم، وجمهورنا اللي راه تاني يشوف فينا نقول له صحة عيدكم وينعاد عليكم بالصحة والهنا ان شاء الله هكذا الكل عام. ان شاء الله يا رب ينعاد عليكم وعلى جمهورنا الكريم بالصحة والبركات. طبعا خلطة جميلة في ضيوفنا اليوم، كل واحد وتخصصه، كل واحد ومجاله. وحكي لي على اللباس التقليدي الجزائري، الله يبارك، وهذه الحلويات، هذا واش يزين البلاطو تاعنا. الله يبارك، يعني ما شاء الله علينا، تراثنا كبير وعندنا تقاليد. نعم. وعادات ومازلنا متمسكين بهم، يعني الله يبارك ما شاء الله علينا. انا دائما نقول خموس علينا.
الجزائريات والجزائريين خموس علينا. نعم، نبداو معاك نسرين. نسرين، بما انك راكي لابست لنا اللباس العاصمي الجميل ويعني يمثل واحده من مناطق الجزائر الحبيبه، احكي لنا على العيد في الجزائر العاصمه او في الجزائر ككل. انت هل راكي تشوفي ان العيد مازال عنده ذلك الطعم، عنده ذلك الذوق الجميل اللي كان ايام زمان؟ والله يا عبود، يعني احنا نحاولوا قدر الامكان نشدوا في تقاليد، في تقاليد اسلافنا، امهاتنا يعني ربونا على تحضيرات للعيد. اخر اسبوع تاع رمضان نبداو نحضروا للعيد، من الحلويات، شراء الالبسه للاطفال، حتى يعني الكبار يشروا، يعني نقولوا الفال، احنا نقولوا الفال. صح. يعني لو كان جبه هكذا خفيفه هكذا تاع داري تو، على الاقل نفولوا العيد فال شباب، حاجه جديده. حاجه جديده، فوالا هذه هي. دونك نورمالمون رانا شادين ان شاء الله في التقاليد ونقعدوا شادين فيها. نقول لك كاين بعد كاين ملاحظه برك صغيره. التقاليد شادين اكثر، لاحظت باللي شادين في المدن الداخليه. مدن داخلية وفي الصحراء الكبرى شادين أكثر في التقاليد من العاصمة، بحكم أن العاصمة ولي غروند فيل يعني المدن الكبرى، الناس المرأة ولات تخدم مشغولة، يعني تخدم ما عندهاش الوقت، ما عندهاش كما الحلويات مثلا، ما ولاوش بزاف يحضروهم في البيوت ولاو يشروهم. باغ كونتخ في المدن الداخلية في الصحراء قعدوا شادين صح في العيد. معليش انا حبيت نسال نسرين هذا السؤال، يعني نسرين كونك امراه جزائريه يعني وامراه عامله، يعني واش درتي في العيد؟ الكاطو تاعك واش درتي في العيد؟ واش درت في العيد؟ واش تحبي لكم كاطو تراديسيونيل؟ عليك تحصلي فيها لا مون كاطو بريفيري سي العرايش. الله يبارك فوالا، نحب العرايش بزاف ومقروط اللوز. مقروط اللوز فوالا وثقيل ثاني، مقروط اللوز يعني يشد اليد. انا واش راني نشوف دوكا يعني في لي باج في لي ريزو سوسيو اي تو، الناس بزاف راهي دير حاجه خفيفه ومع ثاني غلاء المعيشه والكاوكاو، مام الكاوكاو دوكا ولا غالي، غالي. دونك الناس راهم يديروا بوكو بلوس لي كاتو سيك ولا بنيوان ولا فوالا، مقليل وين تلقاي على لو غلاساج بشو شوكولا حاجه خفيفه لي بتي فور اي تو سا، راهم كثر هذا العام توندونس على بحكم غلاء اللوز والفواكه الجافه. يعني وما نخافوش نسرين ونوال وحتى ضيوفنا الكرام، ما نخافوش على الجزائري، الجزائري عنده الوسيله ام الحاجه، اقول ام الاختراع، دائما يخترع ويلقى لك يعني لكل شيء بديل. صح. المهم كما قلتوا ولا كما قالت نسرين، المهم يكون الفال، الفال تاع العيد وحده، لو كان ديري شويه قريوش ولا حاجه غريبيه، حاجه خفيفه، ليسونسيال مقروط بتمر الغرس، المهم ماشي شرط اللوز، ليسونسيال الفال. المراه الجزائريه تحب تزين الطاوله تاعها، المائده تاعها في العيد، تحب تفرح بضيافها، تحب تدي يعني الحلويات تاعها كي تروح تزور تدي. سي سا سي لو شارم، سي لو شارم اكزاكتومون. ايوب راني نشوف فيه يعني وانتم تحكيوا على على الحلويات وعلى هذه الالوان الجميله، ايوب راهو غاس مع الحلويات ودخل في عالم في دوامه اخرى. بزاف ايوب. بالضبط، احنا في الحلويات على كل حال كما ذكرت اختي قبل، شوف الحلويات احنا تقريبا احنا نقول على الرجال نميلوا لهذوك تاع الشوكولا ونميلوا نبعدوا على هذوك العقاقش على كل حال. صحيح. هذه حلو الطابع كما قلتي فوالا هذه، لكن احنا كي يلحق العيد الحلاوي نخافوهم باسكو احنا جيبنا عبك في صرالو. صح صح، انا مادام الجيب يتقاس خلاص نولوا عبك البنه تنقص شويه في الحلوى. صح، لكن ايوب الجيب الوطنيه وحتى يعني ما شاء الله شاشه الوطنيه تنورت وتحلات بوجودك في رمضان، وان كان عندك يعني برنامج اظن. نعم، برنامج ديني. نعم، الحمد لله وفقنا ربي انه نقدموا يعني قيمه نوعيه اضافه يعني تبرز في قناه الوطنيه. احنا انا البرنامج تاعي اللي كان بعنوان اعرف دينك، يعني حبيت نوضح فيه لانه كان كاينه نسبه مشاهده والحمد لله. الموضوع ماشي يعني احنا كما يقولوا الكتاب ما نشوفوش من عنوانه، نشوفوا الداخل واش فيه المحتوى نتاعو. الحمد لله هذه ما تتعلقش بامور الدين، وانما كان فيها يعني توصيات، ارشادات، نصائح، لانه عباكم احنا الان احنا قادر ندوا النصيحه من بعضنا وين بالك ما نقدوش نصيبوها في كتاب واحد اخر. صح. هذه هي. صح. الحمد لله البرنامج هذا كان يهضر على قضايا اجتماعيه، قضايا يعني خصوص المراه، يعني قيمه المراه في المجتمع. نعم. خصوصا احنا في رمضان، على بالنا بلي انتم راكم تعبتوا في رمضان بزاف
والكوزينه وقد احنا نجوا نلقاوها طايبه ناكلوا ونخرجوا مرتاحين، ففضلكم كبير صراحه. كاين وين رجال ما يقدروش يعني قيمه المراه في الباب هذا، فهمتني؟ لانه احنا تكلمنا بصفه عامه الراجل كيفاش يتعامل مع المراه، ولا كيفاش يتعامل مع في تربيه الابناء نتاعو، في التعليم كيفاش نقروا اولادنا. نشوفوا المجتمع دوكا خلاص رانا في حرب، احنا ندخلوا نعلموا اولادنا حوايج وبعد يروحوا يقراوا يجيب معلومات واحد اخرين تعاود له ميزاجور. تما رانا في حرب، رانا في حرب. ايوب حبيت برك نقول لك نزيد في كلامك، يعني اذا سمحت هاد الامور لك تتحدث عليها، احنا حبذا لو انها تكون على العام، يعني ماشي غير في رمضان. مش موسمي، نعم ماشي موسمي، احنا نشوفوا غير في رمضان الاشياء اللي تقول فيها الناس تتقيد بها غير في رمضان. الوغ كو نورمالمون على العام رجل جزائري يعاون مرته، ولا الاخ يعاون اخته، ولا يعاون يماه، ولا باسكو كل عائله كيفاش، كاين سي دي فامي نومبروز ما يقدروش تو. دونك ان شاء الله حبذا يعني اترافير البرنامج تاعك تكون وصلت رساله. الحمد لله، ولا غير قلناها في البرنامج انه يعني احبابنا ام كارهنا، المراه هي اساس الحياه للرجل، هي العمود نعم هي العمود مهما يكون. ماشي معناتها نهملوا في الرجال، تقول رجال المرايه ما لازم تشوفي روحك، ما كاش مرأة ما تشوفش روحها في المرايه، هذاك هذاك هو الراجل. هما ما يقدروش الراجل بدون مرأة، والمرأة ما تقدرش، هما متكاملين يعني. اكزاكتومون هذا ما كان. دونك لازم ربي يقدرنا ان شاء الله يكونوا بلغنا هذه الرساله، كاين ناس فهمونا فيها الحمد لله، كاين ناس دخلوها في الجانب الديني، لانه احنا انا نحب نوضح هذه النقطه مهمه. نعم. احنا ديننا دين ويس، احنا ماشي نعيشوا زعما غير كي يقول لك تما الدين هذا عباده صلاه كذا ما كانوا، لا كاين بزاف اللي الدين منظور هذا، لا بالعكس بالعكس خطا كبير. ماشي عيب كما قالت اختي نوال تغسل تعاوني الزوجه تاعك في المواعن، ولا صحيح. ولا تفرش معاها، ولا تسيق معاها، انا نقولها بصريح العباره معامله، هذه هي المعاملات، هي كما احنا نقولوا المقربون اولى بالمعروف. exactly. كي تكون المعامله تاعك مليحه تسبق تبان في دارك مع الزوجه تاعك مع اولادك مع اختك، تما اللي تبان المعامله تاع الانسان. كيفاش وهم كيفاش تجيب الدراري، كيفاش تقدر تربيهم وانت رسمت لهم صوره في الدار باللي انا خلاص نصرف ونخرج ندخل في الليل، فهمتيني كيف؟ لازم تقسموا هذيك شق الحياه ان شاء الله، وربي ان شاء الله يبارك في الجميع ان شاء الله. غفران نروحوا لغفران، قولي لي كيفاش جوزتي اجواء العيد، وكيف قبل العيد قولي لي كيفاش جوزتي رمضان، كنتي تعاوني شويه، كنتي كونك يعني صغيره في العمر، شحال في عمرك؟ 16 سنة. الله يبارك عليك، منورة يعني، ربي يخليك. وحبيت يعني تحكي لنا شوية أجواء رمضان كيفاش كانت، ومن بعد احكي لي العيد كيفاش درتوا. أجواء رمضان كانت، كنت أنا المستكلة في الكوزينة. الله يبارك. دونك ماما تخدم وأختي كبيرة عليا عندها البال. الله يبارك. دونك أنا شتيو لازم البنت تدخل الكوزينة ولازم تعاون يماها، صافي بليزيغ كو تعاوني يماها، وهي أنت راكي تعاوني في يماك، بصح أنت راكي تتعلمي، ثاني غدوة راكي حتولي أم وراح تولي زوجة وعندك مسؤوليات. هذه هي، حنا كاع كنا صغار وكيف كيف كيما أمهاتنا كيما 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 جداتنا كيما، هذا هو كل واحد ودارته كيما يقولوا. صحيح نوال، يلا نوال معنا صالح. لازم لا نوال راح تعمل، انت راح تعمل اعرف اسرتك، اعرف بيتك على الوطنيه ان شاء الله يا رب نوال. حتى يعني ربما هذه معلومه للمشاهد، انه اسراء رمضان كان عندك مهرجان الشعبي او اغنيه الشعبي، وين يعني انا تلاقيتها في مهرجان اغنيه الشعبي، وين حازت على جائزه لجنه التحكيم، وكانت تالقت بالعديد من اغاني الشعبي. ما شاء الله، يعني هي من اجمل الاصوات اللي رانا نامل انها تعلي رايه الاغنيه الجزائريه. نعم. ان شاء الله يا رب. في هذا رمضان كنت ديت بري جوري في اغنيه الاغنيه الشعبي، طلعتيها الثاني عشر مع مسيو بن دعمش. هاد البخي زاد لي بزاف تحفز، ومنه ثاني تعرفت عليك عبدو. وكان كان بزاف حاجه بون، حاجه مليحه كي تعرفت عليك بيان سور. شرف لينا، ربي يخليك. سينو فوالا. نعم. ربما الان على ذكر الاغاني، على ذكر الطرب، على ذكر الالحان، انا بودي نسمع صوت الجميله الصغيره اللي راهي حاضره معنا. يا ابتهال، واش راح تطربي جمهورنا الكريم في هذه الليله او في هذه السهره؟
نقدم لكم اذا سمحت لي استاذه باش نقدم كوبلي من نزينو نهار اليوم. ان شاء الله. يلا تفضلي ابتهال، اطربي كل الجمهور اللي راي حاضر، واطربي حضون الكريم وحتى نوال. بيان سور، انا سمعتها شفتك شويه مي دوك حبيت نشوفك اون ديريكت. يلا تفضلي. شمعة والقنديل وتصير
برافو 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 غفران، برافو اطربتينا. الله الله على الغناء الجزائري المجيد، الله الله على تراثنا الجزائري. اليوم في هذه السهرة، سهرة هي متزامنة مع شهر التراث الجزائري. أنا حقيقة يعني عندك واحد لافوا ما شاء الله، أطربتينا بهذا الكوكتيل، ويعني في لو جو ناج تاعها يعني راهي صغيرة، ورانا نشوفوا في هذا الوقت هذا الجيل الصاعد راه مهتم بهذا الأغاني الجزائرية ولا التقاليد تاعنا، يعني صافي سوبر بليزير. انا نشجعك بزاف بزاف ونقول لك كملي، راكي سوغ لا بون فوا ما شاء الله عليك. برافو طبعا لابتهال غفران، هذا الصوت الجزائري الجميل. نروحوا لنسرين، نعاودوا نرجعوا لك نسرين. نسرين، من بين العادات اللي في الجزائر العاصمه او حتى بعض المدن الجزائريه هي حنه العيد، لو كان تحكي لنا قليلا عليها. في الكثير من الاجيال الحاليه ما تعرفش وش هي حنه العيد، فلو تحكي لنا عليها. اكيد حنه العيد هي يعني من التقاليد المعروفه يعني في الجزائر، في الجزائر العاصمه كاع ربوع الوطن يديروها جينيرالمون ليله 27، لا بلوبار يديروها ليله 27، مي دروك راني نشوف بلي يديروها يعني ليله العيد، اللي تاع خاطر الاطفال كاين اللي ولاو ما يحبوش الحنه، كاين اللي فهمتي دونك ولاو يديروها جينيرالمون ليله العيد، ولي لي زونفون اباز يعني صغار. صح. قبل المدرسه، قبل باسكو دروكا مع لي ريزو سوسيو هادو التطور لا تكنولوجي ولاو كاين شويه دي فوا تنمر، يروحوا هكذا بلا حنا يضحكوا عليهم، دونك ولاو ما يحبوش يديروا الحنه. الوغ كو هي يعني من التقاليد، يعني التقاليد الجميله يعني تاعنا تاع بلادنا. وانت تحني لولادك نسرين؟ اكيد اكيد. ليله العيد ولا 27؟ ليله العيد. ليله العيد نخليهم يرقدوا كيما يحبوش يحني، ونخليهم يرقدوا ونطلس لهم شويه الفال. وديري لهم هذيك اللي يديروها، يعني كاين بزاف العائلات اللي يحطوا الذهب، يحطوا يخلطوا الحنه بالمزهر. يديروا الويزه. الويزه الويزه ويديروا لها القطن. القطن علاش يديروا الويزه؟ هذيك جينيرالمون ثاني ليله 27 لونفون نهار اللي يصوم اول مره. نعم. مور الفطور يديروا له الحنه، يحنوا له ويديروا له فيها الويزا. الويزا سي سون كادو، تقعد عنده هذيك الويزا ذكرى تاع صيامه الاول. داكو تقعد حتى كيكبر. حتى هذه نتذكرها يعني، عملوها لي وانا طفل صغير، حطوا لي الحنه فيها مزهر وحطوا لي الويزا وشربوني الحليب في خاتم. في خاتم. كانت يعني من بين الاشياء اللي نتذكرها. ربما حتى انت ايوب عملوها لك ولا لا؟ شيخ الموسي كما تقول غير العيد وكذا، الفائده نتاعها صح دي فوا باك يداويو بها. زعما يداوي بها مثلا، راك تشوفوا هذيك مثلا شقيقه تاع رجلين ولا ولا زعما صداع ولا اي راهي قريب كي ولات كل حاجه، ما باك فيها دواء وسبيسيال قضيت بك الخلطه كيفاش يخلطوها. فوالا الخلطه والحنه اذا كانت يعني طبيعيه، ولا حنه هذه تاع اللي تتباع تاع لي بوا مصطنعه ما تنفعش اكيد، لكن الحنه الورقيه الي افيكاس كما قلت فيها ريزلت، فيها ريزلت. قلت لك سورتو هذه تاع التشققات تاع القدمين كانت بزاف فيها نتيجه هذه الحنه. ودير الحنه ايوب. انا ولا غير انا نكرهها ما نكذبش عليك، ما نحبهاش الحنه، ماشي كحنه يعني، انا هكا يعني يهرب قلبي منها فريمون. انت دير الحنه؟ لا 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 لا، انا راني لو كان يعيد الزمن بيا للوراء والله ما كنت طفل صغير نحيها ما نعملهاش، لكن للاسف يعني كنا طفل صغير يحكموا فينا الوالدين. وتحيه لكل ابائنا. لا لا، ياك تشوفها هكا في الفوتو تخرج الحنه تقولي سبحان الله حنه بزاف شابه. صحيح. هكا تبدا تصير لك حسيت توسوس منها، تولي تضارب معاها، تقول لك باش تروح زيد هي تبطى باش تروح شتو كيفاش بالشهر بال 20 يوم باش تبدا تروح. نعم. على ذكر الحنه، العادات الجميله، على ذكر الجزائر الجميله اللي مليئه حتى بالاصوات الراقيه والرائعه جدا، ايوب احنا نعرفك انه انت دخلت الى دائره اسمها الانشاد، وهي دائره نوعا ما كبيره جدا. نعم. فلو تعطيني ابتهال او مقطع صغير من شي نشيد ان شاء الله. شوف بالمناسبه كي قلت لي انت الجزائر الحبيبه، احنا في الجزائر الحبيبه نرعشوا شويه باك. صح. الجزائر الحبيبه فعلا، انا شفنا المثال اختي هذه ابتهال ولاده بالاصوات، ولاده صراحه ولاده بالاصوات. نعم. بطبوع مقاماتك شفتوا بالك بديت تدرسي شويه مقامات الصوتيه، مقامات الصوتيه تشوف العاصمي الاندلسي الحوزي كذا المشرقي كذا، يخلوا يعني الجزائر عندها هذيك الحفاوه نتاع المناسبات الاحتفالات، هذا الامر اللي مليح.
الطرب ولا الانشاد تقريبا ما يختلفوش فقط، لانه احيانا طرب بيكون على الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم وسمعنا هذه بزاف يعني الان الاختيار مش اختيار يعني الطابع كيفاش يكون ولا الموسيقى او كذا، هي انه الكلمات المؤثره هذه هي الكلمات المؤثره. احيانا احنا نسمعوا هكا مطرب ولا غير ولا مطربه تقول نكمل معاه، لانه الكلمات تهضر على الميمه، يهضر على النبي صلى الله عليه وسلم، يهضر على الدراري، يهضر على كذا، هذا الميساج، هذاك لو ميساج، هذا لو ميساج. انت الان توظف صوتك بالمقامات الصوتيه هذه، كل مقام كل طلعه كل حبطه بدرجاتها وتخلي يعني، لانه علاش احيانا تكون مثلا تختار الموضوع لكن ما يناسبش الطبقه الصوتيه تاعك. دوك هذه ما كشتوها لاين بالفوا مي لا روماركيتو، عندها البحه في الطلعه تاعها في كذا. بصح لو كان بالك نغيروا لها من الطابع هذا الاندلسي ولا العاصمي ولا اللي هي متمكنه فيه تندوها الى الطابع اخر، لربما شويه تيه. علاش نلقاو بزاف مغنيين ولا منشدين ما يخيروش حسب الطبقه الصوتيه نتاعهم؟ فهمت، هذا هو الاشكال. والا كان واحد كل واحد يعني كل منشد، لانه الاصوات تختلف، راك شفت الاصوات بليغام كاين غراف كاين ليغي كاين كذا، اكيد كل واحد وعنده يعني غني الطابع اللي انت تحبه، اللي تحبه واللي يليق بالصوت تاعك واللي يليق بصوتك باش يوصل ليا باش انا نحس به. كاين حتى اصوات يعني مجدها التاريخ، هي اصوات انا نقول عليها السهل الممتنع، مثلا صوت السيد مكاوي، صوت مثلا فايزة احمد، اصوات نجاة الصغير، اصوات السهل الممتنع. وحتى عندنا في الجزائر مثلا التراث الجزائري كما كانت تغني طبعا ابتهال، اصوات مجدها التاريخ هي اصوات بسيطه جدا، مثلا صوت نرجس، لكن لما تغني ادائها اداء صحيح، اداء فيه طرب فيه شجن. نعم ايوب اعطينا المقطع لانه المشاهده هو ينتظر المقطع. اكيد الختام احنا قلنا في رانا في ديمي فينا انا وياك الله فينا صعيب نخرج ما راح نحاول عصيني ما تضحكيش علينا. يا حبيبا جاء فينا، يا حبيبا جاء فينا رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. الله 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 يا مولانا، الله الله يا مولانا، الله ربي داوي حالي، الله ربي داوي حالي. الله مقامك محمود وأنت محمد، ورب العلى المحمود قد سماك أحمد. مقامك محمود وأنت محمد، ورب العلى المحمود قد سماك أحمد. الله 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 يا مولانا، الله 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 لا إله إلا الله، الله 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 يا مولانا، الله 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 لا برافو عليك. لا اله الا الله محمد رسول الله. برافو الله على الاصوات الجزائريه. مشاهدينا اقول يعني كنت استمع الى الصوت فدخلت الى مستمعينا. طبعا مشاهدينا الكرام نروح الى هذا الفاصل، لكن ما تروحوش بعيد او تزفيه، لانه سهرتنا اليوم راهي متواصله في قناتنا قناه الوطن. فاصل
عدنا مشاهدينا والعود احمد ولقاؤنا بكم يتجدد معنا في قناة الوطنية بضيوفنا الكرام اللي جاوا طبعا حتى نوال يحتفلوا معنا خصيصا في هذا الفضاء في استوديو قناة الوطنية بهذه المناسبة الجميلة جدا طبعا لتجمع كل الجزائريين سواء لداخل الوطن او لخارج الوطن. وطبعا احلى تحية واحلى تبريكات واحلى اهداءات للناس اللي التحقوا بنا للتو. نقول لكم عيد مبارك سعيد، كل عام وانتم بألف خير. نوال راهم التحقوا بنا ضيوف نجمين وشرف كبير لنا انكم راكم معنا ولبيتوا الدعوه تاعنا. انا نقول لكم مرحبا بكم، نخليك تقدم لنا الضيف طبعاً الاول. طبعا راه التحق بنا للتو، اصبح من اولاد البيت، اولاد نعم. الدار، اولاد الوطنيه. نعم. ريان برانسي مصمم الازياء الغني عن التعريف. نعم. في كل ربع الجزائر الحبيبه. ريان عيد مبارك سعيد. عيدكم عيدك ريان. عيدك عبود. شكرا ريان. نوال يعني دخلونا فجاه ما شاء الله، حتى كيفاش نقولوا عملونا واحد الابتسامه جميله جدا. ابتسامه باسكو هما ديجا يحليوا البلاطو كي يجوا. الله يبارك عليكم. خليني نقدم فنان يعني انا بو موا وكامل الجزائريين يحبوك بزاف، سيدي علي شلباله، مرحبا بك معنا. صحة عيدك كل عام وانت بألف خير. كاع المتفرجين تاع الوطنيه صحة عيدكم. شرفتنا بحضورك. شكرا. نروح اولا ريان برانسي اللي التحق بنا للتو واللي راهي طبعا جنبه الجميله وهبه. ريان الان انت يعني نعرفك انه مصمم وتحمل على عاتقك رساله نبيله جدا الا وهي الحفاظ على التراث الجزائري، ولكن في نفس الوقت الجمعه حذاك او جلسه حذاك واحده من اعرق العائلات اللي دائما وابدا ما حملت او حملت هذه الرساله النبيله. طبعا سيده دالي، مسؤوليه كبرى انك تحملين اسم دالي، كيفاش راكي تتعاملي معها؟ بالطبع هو كما يقولوا الاسم راهو عريق، ولا سيما راني حفيده المرحوم الشيخ عبد الكريم دالي، وفي عاتقي مسؤوليه انني على راس مؤسسه على اسمه. دونك حنايا رانا نديروا الحفاظ قبل كل شيء، نديروا رد الجميل لكل ما عطى وكرس حياته في الفن الجزائري الشيخ عبد الكريم دالي. اكيد حنا الجمهور الجزائري يعرفوه باغنيه مزين نهار اليوم اللي هي اغنيه اسطوريه. نعم. اللي تدخل كل عائله جزائريه داخل وخارج الوطن. نعم. وبصح الشيخ عبد الكريم دالي الله يرحمه عنده اكثر من 700 ساعه مسجله من الاذاعه والتلفزيون الجزائري والمعهد العالي للموسيقى. دونك حنا مؤسسه عبد الكريم دالي راهي دير تدوين. نعم. والحفاظ على الموروث الثقافي تاع الشيخ. عندنا جائزه عبد الكريم دالي اللي كل سنتين ننظموها، والعام اللي فات كنا نظمنا الطبعه الثالثه وكانت معنا الانسه غفران، كانت مترشحه مع المترشحين وتنافست مع اللي كانوا حاضرين معاها. وكانت العام اللي فات اللي توجت بالجائزه هي السيده حفاف ناسمه. حنايا نديروا كما نقول لك نعطيو الفرصه للجيل الصاعد. نعم. اللي نعطيو لهم الفرصه اللي طلعوا على المنصه الاحترافيه. نعم. وجائزه عبد الكريم دالي حنايا هي تسجيل اسطوانه بكل معايير. يعني انتم تحاولون في جائزه عبد الكريم دالي انكم تكملوا يعني في المسيرة تاع مسيرة السلف. نعم. وأنكم تكونوا خير خلف لخير السلف. إذا. نعم. كان طبعا دور السلف أنه يقوم بعديد الأعمال الموسيقية ويحاول يروج للتراث الجزائري، أنتم راكم تحاولوا من خلال هذه المؤسسة حسب ما نعرفه أنكم ترفعوا راية الأغنية الجزائرية. ولكن. نعم. سيدة وهبة، الكثير وربما يشطرني الرأي سيد علي وحتى نوال وحتى ابتهال ريان، الكثير يجهل أغاني طبعا شيخنا عبد الكريم دالي، ونشوفوا يعرفوا فقط أغنية أو اثنين فقط. نعم. ما يعرفوش الكامل التسجيلات اللي كنت كما قلتي سجلت في الإذاعة الوطنية والتلفزيون الجزائري. بالطبع احنا رانا كل مرة تصدر المؤسسة علب أسطوانات
من اغاني المفقوده للشيخ عبد الكريم دالي ونعطيوها على مستوى كما قالك حنا مستوى مؤسسه ولكل الجمعيات اللي يدرسوا كما يقول لك تدريس التلاميذ ولا هاد الاجيال اللي راهم يحبوا لهذا النمط الموسيقي يكون في الطبع الاندلسي ولا الطبع المديح ولا الطبع الحوزي. دونك حنايا المؤسسه هكذا نقولوا ماشي ترويج، حنا نقولوا رانا نحافظوا على الموروث تاعو ونخليو الجمهور هذا المحبين ولا الشغوفين للتراث تاع الشيخ عبد الكريم دالي يسمعوا الشيخ عبد الكريم دالي في اغاني اخرى. نعم. ان شاء الله يا رب. الله يبارك. نعم نوال نوال سيد علي ما شاء الله عليه، يعني حتى هو من بين الاسماء الفنيه اللي دخلت نعم الى سجل التاريخ الفني الجزائري. نعم. ان شاء الله ما يسرقوناش بكل اغنيه تاعي من البلاد تاعنا يا اخي تاعنا. ان شاء الله يا رب سيد علي. انا معاها في الاخر ثاني انا وسمعت الاخطاء الاخرانيه ثاني الحجر بحد الياس الله يرحمه عنده اغنيه ثاني عنده اغنيه ماشي كاع معروف وشباب بزاف. نعم. كاين بزاف الاغاني وحنا نعرفوا غير العوامه وكاين اغنيه واحده اخرى والله غير من اروع ما يكون. بلا جوستومون انتم الفنانين تاع الناس اللي يعرفكم دوكا بزاف انتم عليكم انكم تمشوا في هذه المسيره تاعهم وتعرفوا بهذا اكزاكتومون رانا نبداو لنا كلش خاص غير يزيدوا لنا الغنى. لا لا ما يتمحش التاريخ ما يتمحش اكيد. شيخنا رابح الدرياس يبقى شيخنا رابح الدرياس والاندلسي الجزائري بمدارسه الثلاثه يبقى الاندلسي الجزائري والشعبي وهكذا هي الجزائر جزائر التراث وريان اللي حافظ على التراث من خلال اللباس التقليدي وليزيفينمون تاع ريان الله يبارك عليك. انا حضرت مؤخرا دار ليفينمون تاعو الاخير. انت حضرتي في 2018 وفي الاخير حضرت في 2018 وفي الاخير الاخير يعني ما شاء الله الميزه اللي يتميز بها ريان سي كيجيب دي ستيليست دي فغي ستيليست دوكا رانا نشوفوا يعني لي توني تراديسيونيل اللي راهم يديروهم دوكا جو سي كو راك رايح توافقني الراي داروا بزاف فيهم العصرانه وعباك خرجنا كامل من اللباس التقليدي الاصيل يعني الكراك والعاصمي الجبه القبيليه الله الله بدعوا فيه بزاف دي فوا يخرجوا فيها تخرج لي توني شابه مي دي فوا نخرجوا كامل على يا اخي راك معايا ريان بصح انا واش شفت في ليزيفينمون تاعك ريان راك جبنا يعني دي فغي ستيليست اللي يعني حافظين 100% التقاليد لي توني تراديسيونيل فاشن ديال الجزائر يعني اشاك ستيليست اللي يجي ما يجيبش حوايج اللي يكون ديجا دارهم. نعم. انا ندير ليكزيجونس تاعي اشاك ستيليست يدير لي نوفيل كوليكسيون بور ليفينمون عندنا 6 شهور نحضر له 6 شهور في 6 شهور دونك عندها الوقت الكافي اللي دير دي توني في 6 شهور دونك ونتابعهم كاع لي ستيليست دي فوا ميم لي ستيليست نعطي لهم دي زيد نعطي لهم واش يديروا باش ما يبدلوش كاع اللباس التقليدي يخلوه مودرن. نعم. مي شويه في اللباس التقليدي. نعم. عصراني وقديم ما تبقى لاتوش تبدا لاتوش الجيروز ونذكروا طبعا المشاهد الجزائري انه او مشاهد قناه الوطنيه انه ريان كنت تكفلت باطلاله الفنانه طبعا. نعم. نوجهوا لها احلى تحيه للاسف. نعم. يعني ذهابها الى ديارهم غيبها عنا نهار اليوم. نعم. سهيله بلشهب بنت العرب. ايه كنت كلمتني سهيله بالشهب مع انه كي كان لو كوفيد درنا حمله لسرقه اللباس التقليدي الجزائري انا وسهيله برك وقعدت في الترند بوندون 3 موا احنا كنا لي بروميير في انستغرام فيسبوك وتويتر وكاع لي ريزو سوسيو درنا نجاح كبير ابخي سهيله راحت لدبي انا رحت لاسبان عاودنا تلاقينا في رمضان حضرنا قالت لي ماذا بيا تخدم معايا سور سيت يعني في ميسيون. ايوا خدمت معاها ويعني ما كانتش مدروسه قلت لها ان جور تلبسي كاجوال بيسكو الناس تلبس كاجوال ماشي طول طون تراديسيونيل وان جورني تراديسيونيل والحمد لله مام هاد ليميسيون كانت ترند هاد العام. نعم. والحمد لله رائع. وين ويز ساهو يعني فيها يعني برنامج مسابقات جميل جدا ونذكر ساهو اللي طلبتني باش نخدم معاها وليكيب بوسي تاع لا ماكيوز لا كوافوز اللي خدموا معايا وتعبوا
وهبلتهم وكل عمال قناة الوطنية رجال الخفاء دايما ما نشوفوهمش وما يتعبوا بزاف يعني نشكروهم بالمناسبة يعني فوالا درنا بو ترافاي والحمد لله ونتي اون ايكيب اون ايكيب سودي دونك الحمد لله فوالا. وكانت يعني هل تشوف انه سهيلة من بين الفنانات اللي اي لباس تلبسه يلبق لها؟ انا واش نشوف سهيلة انا توجور نقولها وزات شغل كاميليون زعما كيما نديروا لها اللباس وماكياج يخرج عليها اكثر من واش لبست من قبل، يعني تحط لها شاوي شاويه، تحط لها ترقية ترقية، يعني سي ان كاميليون، يعني مام هي كي تهضر شغل تتقمص الشخصية. تاع لا تشونتوز وسي انا بو موا نحسبها شي اكتريس، باسكو تتقمص شخصيات كاع اللبسات اللي تلبسهم. وهي جميلة يعني جميلة نجولة تحية جميلة جدا سهيلة يعني ما شاء الله بنت العرب أحلى تحية لبنت العرب سهيلة بالشهاب. نبقى يعني قريب من سهيلة في الغناء يعني في مجال الغناء. سيد علي احكي لنا كيفاش مع رمضان، كيفاش جوزت رمضان وكيفاش راك تجوز في أيام العيد؟ أيام العيد اليوم راك معانا. أنا معكم ياسر قبلت على الدار وقعيتيك حاجه باينه الغفران دوروا على الفاميليا ورمضان بين الحفالي شويه حفالي وشويه شويه صالات شويه ما مقعدش في الدار سيد علي في رمضان في الدار في رمضان قعيتيك وقال لها تمن خطره تمن حفالي و... سافا لا 8 لي ويكاند تما لي دو لي ويكاند لي دو جور تاع لي ويكاند لي 4 جور تاع لا فان سيمي باسكو دو بروميير سيمي ما درنا والو داكور بعدا كانوا حفلات مع ثاني دار الثقافه نعم تاع القبه الحمد لله. الحمد لله. سيد علي اي طابع غنائي انا نعرف يعني وحتى المشاهد الجزائري يعرف باللي سيد علي شلبالة يحب الطابع يحب مجموعه من الطبع الغنائيه نشوفه انه في المغرب نشوفه في العاصمه نشوفه حتى في الراي الجزائري. نعم. لكن اي طابع هو الاقرب الى قلبك؟ انا نحب شمو كبيره ويلا قلت لك على عبد على على, على شيخنا ربح الرياسه نحب الطابع هذاك الله يرحمه ونحب بزاف احمد وهبي الوهراني نحب بزاف الوهراني القديم عصير كما يقولوا وحكم نسكنوا في ارجي سونتر بيان سون لازم في الاعراس وكاع لازم تغني كاع الطوبوع نعم غير القبائليه الله غالب قبائليه بالسكري نعلمك نعلمك انا سي بون خلاص فاهم بالسكرة انا عرفت غني قبائليه سهله قبيليه وصحابي كاع لا وصاحبي كاع صحابي من الله غالب الله يرحمك بصح الله الله عليك سيد علي كي تحكم يعني الميكرو في عرس امبيونس ما شاء الله عليها انا كان عندي كنت خدمت ايفينمون في بويره وجا سيد علي تاع عيد المراه نعم ويعني هولتها هولتها الله يبارك وخموس عليك سيد علي الله يحفظك تعيش هذا هو الفنان الجزائري أينما حل وارتحل أو أينما نعم. أنبت أزهر وهذا هو حال فنانتنا الصغيرة. طبعا ابتهال شكون هي الفنانة الجزائرية اللي تقدري تقولي أنك أخذتي من شخصيتها؟ هي ما نقدرش نقول لك ديت من شخصيتها باسكو كما نعرفوا الارتيست لازم يحط نعم. لاتوش تاعو سينو الفنانه اللي مولوعه بها هي ريم حقيقي تاني مريم بن علال تاني نعيمه الدزيريه تاني فضيله الدزيريه تاني ما نساوهمش ربي يرحمها ان شاء الله جينيرالمون تكون فان تاعها تحب الغناء تاعها بعد تبعها باسكو كاع كي نبداو نغنوا كاع نكون نحبوا ان شونتور بريزي بصح سيرتان من بعدهم بعد تولي عندك لو تام ديالك وبعد الناس تزيد تبعك وهي رايحه صح يقول لك انا نحب لي ميتي سيدي علي نحب لي ميتي فلان هذا هو حالك يعني ربما ربما سيدي علي حتى انت كيما هو من بعد هو يدير لو شيما ديالو من بعد يتبعوه لي موراه على دوك بلال يقول لك بلال الصغير الاخر الصغير بلال الموفق يعني ثم بلال الصغير تعرف الكل باسكو يكون تب لو تام لو مام تام يميتي يعني التام قريب من التام يميتي من بعد ما يدير يكري طريق تاعو ثاني لكن على ذكر هذا سيدي علي انت لما كنت ربما في 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 شبابك او في صغارك وكنت برعم شكون هو اللي كنت تحبه بزاف في الـ في الـ في شكون يعني كنت تحاول متاثر به اللي متاثر نحب انا الغنى التوسكي الجميل هذا اللي قلت لك على بح بصح انا اللي كان يقول لي شغل نيميتي كنت نيميتي زحمه الحراشي ونوجه له تحيه
سيدي احمد حراشي ثاني تولد هو قاعد في الجيتر هو كنت نيميتيه اللي كان يقول لي بلي تحب تقول نيميتيه في الكار دو طون وقاعد في ربع المقام وقاعد في الطوب نعم. هذا نعم وربع المقام يعني من اصعب الطبوع اللي هو في الموسيقى العربيه سيد الموسيقى العربيه يعني رانا نشوفوا فنانتنا تاثرت بريم حقيقي وراح تادي لنا يعني بعد قليل شي مقطوعه الريم حقيقي سيد علي لو تعطيني اكابيلا يعني صغيره في انا نحب اليوم راني حاب تقول لي حاجه الرابح درياسه نقول لك حاجه الرابح درياسه انا باش نغني وهكذا يا مليحه الاستخبار كما نقولوا احنا اللي نستخبروا ان شاء الله كما قلت انا في ربع المقام صح ماشي مشكل جيت نسالك جيت نسالك يا طالب وتكلم وسقسيني على حالتي وجرالي راني بتسرن طول الليل من حب وغزالي راكواني يا لو كان جا سهري ترجم العود يا لو كان جا يا لو كان جا سهري ترجم العود لو كان نجرت ستين عود ستين عود من غير عودي كي جا سهر بيد المعبود كي جا سهر بيد المعبود سعد السعود سقم لي سعدي يا ليلي يا ليلي يا ليل اعطيني فامين الله الله نعطيك الاف الملايين انا نخليك يعني اول نقول لك تفضل اطرب الجمهور ما دام راك اطربتهم بهذا الاستخبار الجميل يلا اطرب جمهورنا الكريم في هذه الليله المباركه بوصله غنائيه طبعا نستمتعوا هنا بهذه الوصلات وراح نستمتعوا نوال ولازم قعدوا معنا وبقوا معنا اه يا ليل يا ليل يا ليل يا يا ليل يا ليل يا ليل ضني ضنيت من سود عيني ضنيت من سود عينيك يا لا تقتليني وانا اللي كنت حاسبك تبغيني عرضوني اي زوجة صبايا اي وحدة في النار اي والاخرى شمعها ضار هوايا ديك النار عرضوني اي وزوجة صبايا وحدة في النار الاخرى شمعها هوايا ديك النهار خرجت لي والفي تجري يا ديك النهار لبست لي جبة عكري يا معلم صار وانا قاعد في هنايا ديك النهار صاقني شعر صار يا صاقي ما ولاشي يا صاقي نشع الصاد يا صاقي ما ولاشي يا صاقي نشع الصاد يا صاقي ما ولاشي يا وين راح لومي قعدونا تسفين قعدونا تسفين الله الله على الوطنية هاي وصاقي نشعر صاد وخنشو العنابة
يا ساقين شعان صاد وخنشوا العنابة، يا ساقين شعان صاد وخنشوا العنابة، يا وين رحلوا بيك يا الوالدة، ولو كانت ولك وخالك ديما في قلبي، ونشوف بعيني عيني تصفى ليام، ها مريم الريمات يا ريم ريم الريمات، يا ريم ريم الريمات احزان الصحراء، الله يا الهادي جابت لي مية على مية، وقولت لها نرقد فرشت لي فرش ناموسية، قولت لها نشرب جابت لي مية على مية، قولت لها نرقد فرشت لي فرش ناموسية، ليقلا سيدي بابا ليقلا، الله ليقلا جاب عروسة، يلا يا الهادي عطونا صغاريتين يا داي جيب سكر وتاي، يا داي جيب سكر وتاي، زيدي معاهم غلاي ودي لما وصبلة، سيدي بابا لي قلة، سيدي بابا لي قلة، لي قلة جاب عروسة دي جلة، يلا يا الهادي ايوه الله الله وشي هذا آه يا ديني محل المرود في عيني، ليل ونهار يواتيني، هي عروستي جلة، سيدي بابا لي قلة، سيدي بابا لي قلة، لي قلة جاب عروستي جلة، سيدي بابا لي قلة، سيدي بابا لي قلة، لي قلة جاب عروسة دي جلا، سيدي بابا يعطيكم الصحة، صحة عليكم. الله الله يا سيدي علي ما شاء الله، الله عليك يا سيدي علي والله على كل الفنانين الجزائريين. الله الله عليك سيدي علي، برافو على هذا الأداء الجميل ما شاء الله، يعني أطربتنا رايان، طربنا وقريب رحنا شطحنا، صح قريب ما شطحنا. الحفلات العائليه معروف، الله يعطيه الصحه. ابتهال هذا اليوم الاول او اول مره تلتقي بسيدي علي شلباله؟ سي لا بروميير فوا، وفرحت بزاف كي تلاقيت بالاستاذ استاذنا. نعم نوال، وحتى احنا رانا فرحانين هذه الليله ليلتنا. انا بيناتنا كنت حنشطح يعني ما نقدرش نسمع سيداني شدوني، سورتو كي تبدا تغني يعني التقليدي يعني الاصيل، هذه الغناه تاع عنابي ولا قسنطيني ولا نحب، الله غالب سيدي علي ما شاء الله. حتى كنت تجدبي على كل حال. وي كنت تجدبي تولي. حتى هذا الايقاع الجميل اللي كما نقولوا يشطح كل العائلات الجزائريه ويدخل الفرحة لكل البيوت، خصوصا في هذا اليوم يوم العيد. نروح لك ريان. ريان وش رايك في إطلالة نوال الليلة؟ نوال يوم ما لابسه من عند صديقتي، نعم نزل لها تحية كبيرة. هي زانيك سين ستيليست دو مامون، وخداو صنع على يماهم ومازال يخدموا بها، دونك اطلعت نوال بزاف شابه. جوستومون نوجه لها تحيه، اليوم راني لابسه من عند ليلينا كرياسيون اللي جايه في سيدي يحيى، يعني تخدم تو سكي تقليدي. انا نحب لي توني تاع ليلينا، تخدم بزاف لو نواغ اي لو دوغي، الفخامه فوالا الفخامه لا كلاس يعني. ديجا لا كولور لا توندونس سي لو نواغ و سي لو روا دي كولور، فوالا فوالا. يا نبداو باللو نواغ ونكملوا باللو بلون، دونك في لي كولور في الوسط. فوالا دونك الكراكو الجزائري معروف بثوا كولور، البوردو لو نوار اي لو فير،
دونك هادو هما لي تخوا كولور تاع لو فري كاراكو الجزائري. وريان في العيد واش هي الاطلالات المناسبه للبنات في العيد؟ هذا ربما سؤال يعني تطرحه نوال، لكن انا سبقت وراني راني طرحته. صافي واحد 3 مون ولينا نديروا هاشتاغ البس جزائري والبس التقليدي. دونك الحمد لله دوكا شغل ملي خلاص الكوفيد الناس كاع في العياد تلبس تقليدي. بكري لي فغي الجيرواز كانوا يلبسوا الكراكو في العيد ويستقبلوا ضيوفهم بحال مثل الفتول بلي زاكسيسوار كامل تاع بال خيط الروح خيط الروح الجزائري الزروف خيط الروح الجزائري ويولدوا طابله تاعهم بالمظهر والحلوه ايتو دونك في هاد اواخر ولاو يلبسوا دي روب انتيريور دوتيس يكونوا بلوس اليز ويستقبلوا ضيوفهم بهم. نعم ريان نوال، حتى ما شاء الله السيده وهيبه راهي لابسه شيء من جزائري. حبيت نسقسيها نقولها وهيبه هذا هذا اللباس وسمو انا ما فهمتش تحتارة والسروال شلقه نو سروال مدور سروال مدور اه وي سروال مدور سروال مدور ومن فوق راهو طرز راهو الغليله كما بغا هذا هو الغليله هو هو الدوم تاعو هذا لباس تقليدي قديم وهذا مازال عنده ثلاث بياس عنده لا فيست كوم اليوم ما حبيتش حبيت باش يبان طرز ما حبيتش نلبس له كما يقول لك لا فيست باش نخلي كما يقول لك هذا الطرز يبان والطرز يبان ضرب لا كولور يبان دونك نحب انا توسكي تراديسيونيل الجيروا ولا كوم انا راني من مدينه تلمسان البلوزه والشده القفطان القفطان كل مره كل مره كي نكون دايره تظاهره كل مره واش نلبس دونك كل مره يكون يلبسوا لي دي نلبس زعما البسه تقليديه تقليديه دائما يعني تروجي لي لباس تقليدي في الحفلات اللي تقومي بها نقومي بهم الحمد لله. نعم واحلى تحيه لكل ناس تلمسان، عيد مبارك سعيد عليكم ان شاء الله ينعاد عليكم بالصحه والهنا. سيد علي قول لي جميله هذه تاع قول لي سيد علي انا نحبك تقول لي شيء. انا سيد علي من نشوفك انا لازم ناخذ من عندك فقط صوت، لازم ناخذ من عندك اغاني، حاب مقطع لربما لورده لمقطع طربي لورده ربما لعبد الحليم حافظ نحتاج شيء في الكاود بالكاراوكي ولا بالميكرو؟ لا لا لا, لا عادي اكابيلا هكذا اكابيلا معليش بتونس بيك وانت معايا انا مشيش بزاف شرقيه بتونس بيك وبلاقي في قربك دنيايا اما تقرب انا بتونس بيك كما بتبعد برده تونس بيك وخيالك بيكون ويايا وانا هنطلع بزاف هنا ما نقدرش انا مش من احنا رانا متونسين بيك الله يحفظك احنا لو كان نلقاو ما تروح شك قاعد معانا سيد علي نعم صح يعني شرفتنا بحضورك يعني نعم يعطيك الصحة سيد علي شرفنا بحضورك رانا وصلنا ربما إلى ختام أول جزء من سهرتنا لنهار اليوم ربما كلمة ختامية أو شيء إهداء توجهه ريان لكل أحبابك عبر هذه الشاشه الصغيره. نعم بنقول لهم صحه عيدكم لكاع الشعب الجزائري. نعم سهيله بالشهاب لي كوافوز اللي خدموا معايا مع سهيله ليكيب تاع الوطنيه ليكم وضيوفنا الكرام. شكرا شرفنا بحضورك ريان. شكرا نعم سيد علي انا بون تحيه العيد كاع العائله ديالي الصغيره وكبيره ورونديفو تاع الناس باري تاع لو 28 افريل انا وشعر عبد القادر في باري في رويال بلازا انت وشاعو يعني ما شاء الله زوج اسماء وعندي ثاني في ليل ان شاء الله لو 6 ثاني توي نومبرو اون نومبرو زين نومبرو زهر الجلالي وعندي موريال لو 26 مي في موريال ان شاء الله مرحبا بكم كاع الجاليه تاعنا الجزائري. نعم موفق سيد علي في كل حفلاتك وفي كل جولاتك الفنيه. وهبه كلمه ربما توجهها لكل احبابك وحتى لكل احباب شيخنا الكبير عبد الكريم دالي.
أنا نوجه تحياتي ونقول لهم كل الشعب الجزائري والأمة الإسلامية صحة عيدهم، لعائلتي الصغيرة عائلة دالي عائلة عبيد وين ما كانوا، كل لي مومبغ تاع مؤسسة عبد الكريم دالي كل واحد باسمه، وكل محبين الشيخ عبد الكريم دالي الله يرحمه. الله يرحمه ان شاء الله. الله يبارك، شكرا، يعطيك صحة، شرفتينا بحضورك انت الاخرى وهبة ابتهال. اليوم شرفتينا انت ثاني بحضورك وتعرفنا على بحضورها وصوتها، يعني صوتها وكما قلت لك الماتش تاعك انا يعني فريمون يعطيك الصحة. اعطينا كلمة ختامية ولا اهداءاتك للعيد. حبيت نشكركم انتم على هذه الانفيتاسيون اللي كانت عزيزة لي بزاف، وحضرت معكم اليوم وتعرفت على قامات ما كنتش نعرفهم، وصافي بليزير كنت تعرفت عليهم، ونشكر ضيوف ماشي ضيوف تاعنا زملائك في الاستوديو فوالا زملائنا، يعطيكم الصحة وصحايتكم. وثاني نشكر مي بارون ما بتيت فامي لا فامي بن عبد الله، ونشكر ثاني عندي صحباتي لي دو دونك نشكر فاطمه ونشكر لينا حداد حتى احنايا بدونا نشكروكم، ولكن الان نروحوا الى هذا الفاصل الغنائي ولمتنا ما زال تحلى في يوم العيد. الكرام مرحبا بكم مرة أخرى ليلتحقوا بنا اللحظة، عدنا عبود مع ديزانفيتي جدد شرفونا بحضورهم. نخلي الكلمة تبريزونتي لنا الضيفة اللي معك. احنا ضيوفنا اليوم راهم لآلئ، ضيوفنا اليوم ما شاء الله عليهم جاو يحضروا هذا السهرة، جاو يشاركوها مع جمهورنا الكريم اللي أينما حل وارتحل يبقى وفي لقناة الوطنية هذه الشاشة الصغيرة. أول الضيوف أنا عزيزة على قلبي وأنت عزيزة على قلبك وعزيزة على قلوب كل الجزائريين، وراهي تضحك طبعا بشرى عقبي. صحة عيدك. صحة عيدكم بيان سور، نضحك سان في بليزير. صحة عيدك بشرى. أنتم ثاني عزيزة على قلبي، وصحة عيد المشاهدين، وإن شاء الله ينعاد عليكم بالصحة ولهنا، وكل عام إن شاء الله نجوا هكا في العيد ونلقاكم بصحتكم ونلقاكم فرحانين. وصحة عيدك أنت ثاني. يعني حتى الكواليس ما طلقتهمش بشرى. بيان سور، باسكو نقول لك أفسالي تكنيسيان تاع الوطنية خدمت ديجا معاهم في سكركش. أيوة. وربي أعلم نحبهم بزاف بزاف، وصح ناس تري تري بروفيسيونيل وكاع ولاد فاميليا. نعم، دونك راهم لقيتهم اليوم فرحت بزاف بهم، دونك صحه عيدهم كاع. شهاده نعتز بها بشرى. شكرا. الضيفه اللي راهي امامي منا الانسه رحاب، مساء الخير، صحه عيدك وكل عام وانت بخير. مساء النور، صحه عيدكم، صحه عيد الجمهور، ميرسي بوك على الاستضافه الجميله. مرحبا. رحاب راهو يقابلها في الجهه الثانيه بشرى، رفقة فنان حتى هو محبوب جدا، فنان سيد الاعراس الجزائريه، ما فيكاش عرس الا وكان فيه غانو الجزائري. غانو عيد مبارك سعيد. عيدك مبروك، عيدكم مبروك، سعيد بلقاكم اليوم في هذه اللمه الجميله، ولاقيت مع احبابي بشرى نوال. صحه عيدكم وكل عام انتم بخير. ان شاء الله نجوزوا سهره ممتعه ان شاء الله. ان شاء الله. على يميني عبود السيده، نقول لك سيده سيده نسرين سماي، مرحبا بك وصحه عيدك وكل عام وانتم بخير، نورتينا بحضورك. ربي ينورك، انتم منوره بكم يعني قناه الوطنيه، يعطيكم الصحه. صحه عيدكم كل عام وانتم بخير. وثاني مشاهدينا اللي دائما نطلعوا عليهم يعني غير بالضحكه بالحاجه المليحه، كل عام وهما بخير، وان شاء الله نجوزوا كما قلتوا سويعه شابه مع القعده الزينه. شكرا. وتتزين بوجودك نسرين، نسرين مع اللون الاحمر، واللون الاحمر يلبق النسرين. نروحوا ليك بشرى. بشرى كان عندك عمل داخل قناه الوطنيه طيله شهر رمضان الكريم، يعني رمضان كان مع العمل مع سكركش هذا المسلسل الفكاهي. احكي لنا على هذه التجربه الجديده في حياتك، واش ضافت لك، واش اثرت او واش غيرت في طبعا بشرى.
اكيد هي شوف ماشي تجربه جديده باسكو خدمت ديجا كوميدي، بصح قلت لك يعني التجربه هذه تاع هذا العام بالذات انه صافي لونطون ما دخلتش اون تورناج، وكي دخلت اون تورناج ديجا دخلت مع نسرينو مع زبير مع زرقان، عاودت وليت تلاقيت بسامي، سامي اللي هو بوشايب عز الدين بوشايب، اي بي كيما قلت لكم ليكيب تكنيك سيتي شغل سيتي هذيك ليكسبيريونس تاع دو سيمان قريب تخوا سيمان صح سيتي زعما سيتي فريمون ان بليزير سي فري اينا وكلش، مي زعما قلت لكم كنا فري مرتاحين سورتو مع ليكيب تكنيك ايتو. دونك حبيت هذه التجربه وان شاء الله تكون عجبت المشاهدين، ونوعدهم ان شاء الله بتجارب خير وخير ان شاء الله. نعم، وتبقى يعني بشرى من بين وردات الجزائر في مجال التمثيل في مجال ما يحبهاش طبعا وين ما تحضر يعني دير امبيونس، وما شاء الله عليك بشرى. انا نكمل مباشره مع نسرين. نسرين احكي لنا على التجربه تاعك في سكركش جوستومون اللي كنتي مع بشرى ومع باقه من الفنانين ثاني. اسكو هي كانت ليك اول تجربه في التمثيل او هي يعني كانت كنت قلتها ديجا كانت ثاني تجربه، مي ما كنتش يعني ما كانش عندي ان رول يعني امبورطون كيما في سكركش. والحاجه اللي عجبتني سي كو بيان سور الحب كانت يعني لعبنا دور الخواتات. ديجا حنا في مواقع التواصل الاجتماعي يقولوا لنا اسكو انتم خواتات، اسكو انتم يعني عندكم علاقه تاع عائله يعني قرابه اكزاكتومون. دونك لعبنا وركبنا ركبنا انا وياها، وسورتو قلتها ونعاود نقولها سي كو لو رول اللي قدمته يعني سي غراس ا بوشرى الزبير، باسكو كانوا شغل اطروني كنت يعني الله يبارك لي كوتش ديالك اكزاكتومون عندهم الله يبارك اكسبيريونس ما شاء الله. دونك كنت بزاف اليز، شغل درناها لعبه وضحكه جو عائلي اكزاكتومون. معاه سي بيونا اللي نحيوها ثاني بما انكم انتن يعني راكي تقولي دائما في مواقع التواصل الاجتماعي حسب ما نعرف انا ويتعرفنا والو يعرف كل الجزائريين دائما انتم سويه ان شاء الله هذه العلاقه تبقى دائما وان شاء الله تتطور الى الاجمل والابهى. قولي لي واش هو الكاطو المفضل عند نسرين؟ نسرين واش هو الكاطو المفضل عند بشرى؟ يلا نسرين مقرط اللوز مقرط اللوز جابتها وي صح. راني نعطيك قرعه عجي اليوم هديتك يلا نسرين. بشرى ما تحبش بزاف الكاطو، بشرى تقدر تقول ما تحبش كاع الكاطو. لا صح ما تحبش. ما عنديش ما انا نقول لك واش تحب. تحب لي فخوي اعطيها لي فخوي والقرنون واقيلا راهي عداها القانون في جمعي فاميليا العباد. على بالك بلي كي رحت للمليانة يومين وانا ناكل في القرنون ما فقتش. واقيلا جمعي فاميليا لا نحب الخضار الخضراء ونحب لي فخوي ثاني صح كيما قالت لك. ما رانيش انسانه اللي نقدر الحلويات سي تخي تخي راهو ناكل هكا ماشي صح. ما في لي غيزو عبود اسمح لي اذا سمحت في لي غيزو نشوفوا بشرى بزاف لي ستوري تاعها طيب توجور هيلتي هيلتي ما تاكلش لي سكروري تاكل تو سكي فروي ليغوم يعني الحاجه يعني هاي الرشاقه تاعها ما شاء الله يعني انا ما عندي ما والله ما عندي ما نقول قطعت لك كلامك. لي بون زابيتيد خديتهم من عندها. انا في الاول كنت ناكل بزاف الحلو ايتو شوكولا ايتو، منها ما وليتش روماركيتيني بلي ما ناكل لي شوكولا ني والو. نحكي لكم انكدوت كي كنا في سكركش كنا في سكركش انا كنت نصوم هذوك الايام. هم يقولوا لي انه في سكركش كنت تطلب مشروب معين مشروب معين ونوم. باش نحكي لك على كانوا جابوا لنا يعني اطباق منزليه يعني اللي يطيبوها ويجيبوها لنا سيتي تري بون كانت بزاف بنينه. خطره كنت صايمه وهي ميته في الساعه قالت لعبك حيجيبوا لنا من الاكله بزاف بنينه. قلت لها ما تشهينيش تعيشي جابت التوصيقه قالت لي القرنون يما خلاص كنت عن حياتي لقاتك هذاك لومبي يعني حب الاكل روح لها يعني ما شاء الله. ان شاء الله دائما فرحتكم تبقى هكذا. نروحوا لغانو. غانو راني نشوف فيك فرحان ومتفاعل مع نسرين ومع بشرى. اني فرحان باسكو نسرين عندي بزاف تلاقيت بها هي على بالها، وبشرى يعني كي نتلاقى بها نضحكوا بزاف طوايش في هذه الجهه هذه الجهه هي الطوايش. هي شوف هي كي يشوفونا نهضروا حنا نهضروا ما مع نسرين نهضروا الناس يقول لك عندك سوت سويا انت تهضري يعني. لا منا كي تهضري هي ما على بالنا حنا بحدا واحد فين بينا نهضروا على روحنا حنا نهضروا على روحنا نهضروا على روحنا ونضحكوا على روحنا عادي. انا ندي القهوه قال لنا مقبله في جزائز علينا قالنا نموت ونعرف واش راكم تهضروا امين اللي نحيوها طبعا تحيه لامين امين مدير انتاج قناه الوطنيه. غانو كيفاش جوزت رمضان؟ كيفاش كانت يعني حتى الفن في رمضان؟
شوف يعني بكل صراحة رمضان جازكي البراق يعني اون تو سانسيغيتي ما والله غير ما فقنا كيفاش جا البارح كنا نقولوا قريب رمضان واليوم خلاص رمضان يعني بكل صراحة كان يعني ما نكذبش عليك كان هذا العام كانت يعني حفلات كان بزاف الحفلات وخدمنا الله يبارك ولا ديغنيغ سومان تاع رمضان على بالكم لا ديغنيغ سومان تاع رمضان سي لا سومان تاع كما نقولوا لهم حنايا تاع الخير هاك على بالك الختان الجماعي الختان الجماعي الجمعيات نلموا كانت حوايج تاع العيد الناس محتاجين كسوة العيد نعم ربي يقدرك ان شاء الله ان شاء الله يا رب دونك كانوا بزاف حفلات وكانت معنا السيده نوال كانت بزاف حضرت الناس معنا والحمد لله يعني جوزناها كما حب ربي لا عقوبة لكل عام ان شاء الله لا عقوبة للعام الجاي كاين حاجة وحدة انا يا كما كانت قالت نسرين قالت باللي انا خديت حاجة مليحة من عند بشرى اسمها عادة الشابة ما تاكلش الحلويات يعني حاجة يا اختي ما نكذبش عليك حلويات ملاح انت غني روح الحلويات شوفي نقول لك حاجه ما تقوليش ماشي ملاح لا لا ماشي ملاح كل واحد يشتهي ونفسه بس انت في الدار تحضري الحلويات تاع العيد انا شوف نقول لك واحد العام درت اون ايميسيون مدوا لي بيترين كادو كيما كان ديتو الماما تسمى حتى القابليه انه نحضر ما نحضرش ما كانش سقسيها على بالك بلي ما نشري مايونيز ما نشري كاتشب خوتاتي يقولوا لي انت مجرمه في حق البنات بصح هما والفوا تحبي القهوه الكحله بزاف نحب قهوه كحله يعني راهم يقولوا لي في لاريجي راهم العادات المشروب اللي قالوا لك عليه يكون قالك عليه امين هذاك مشروب عجيب شويه فيه بيتخاف تشينا وزروديه هذاك اللي تخي بون بور لابو داكور بها عندك صح لي شوفني نشرب وجه الدوخه انا نحبو يوما ما نسرين هذه الكلام بيني وبينك يوما ما تعمل لك القرنون جي والله العظيم نقدر تشربي وبالك تريكلامي والله العظيم خلينا نشوفوا مع ريحاب كيفاش جوزتي رمضان وكيفاش اجواء العيد اليوم لا جورني تاعك كيفاش جوزتيها واسكو تحبي الكاطو كيما احنا كامل ولا كيما بشرى والله العيد رمضان جوزناه كيما كل الجزائريين والعيد نجوزوه ثاني كيما جوزنا رمضان كيما خرج رمضان يخرج العيد والحلويات انا نحب انا نحب بصح عندي شهرين حبست الحلويات والخبز باش نحافظ على الشقه باسكو حسيت روحي بلي زدت في البوا شويه صح صح لكن انا يعني رحاب تشوفي هل تشوفي انه الفنان لابد انه يتبع حميه غذائيه خصوصا اذا كان فنان مؤدي لانه يقولوا يعني هي دراسه تقول لانه الـ 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 الاكل وحتى العادات السيئه تؤثر حتى على الاحبال الصوتيه انا ما عنديش فكره على لا هي يعني اسمحي لي يعني يعني كيسيون ميديكال هي سي فري كلا ان افي سور لو سوفل ديال واحد كيكون فوالا من يكون ثقيل فوالا كي زعما كي تاكل بزاف ولا كي يكون الانسان سمين وزن زائد وزن زائد الانسان ما يقدرش يكون ما عندوش موان دو سوفل تسمى اي موان دو كاباسيتي يعني باش للاداء هذا ما كان سور لي كورد فوكال صحيه ما عندها حتى معنى البوا في اكزاكتومون سور لي كورد فوكال ما كانش انا نشوفوا اغلب كيما حسين جسمي كان عنده وزن زائد وصوته رهيب حتى الاصوات الاوبراليه عنده ما شاء الله يعني يعطيك صحه مساحه صوت بصح لا كاين حاجه وحده سيك لو سوفل يعني ما يقدرش يقعد باريزومبل نعطيك ان اكزومبل دو زور سور سين بلا ما يعيا باسكو لو سوفل ما يقدرش ما عندوش لو ديبي دو ريسبيراسيون كيما واحد يكون نعم على اون جينيرال يعني كامل ماشي لازم فنان ماشي لازم فنان ولا اون جينيرال الانسان ككل لازم يكون خصوصا احنا النساء لازم تكون رشيقه وتكون تحافظي على شوفوا انا ولا غير انا نمشي بمبدا واحد اخر ماشي زعما شتو طبايع هادو اللي عندي ماشي مبدا الرشاقه قد ما هو مبدا الصحه صحي باسكو بعد شتي تكون عندك ديزابيتود اليمونتيغ سان
صح تولي نهار تتشهى تاكل طبسي كاطو تقدر تاكلو باسكو انت ماشي متعود تاكل صح فهمت تسمى تخلي روحك نهار تكون متشهي تاكل انا كي نتشهى عفسه غير كنسالي ناكل بصح ماشي انه كي ماشي مالفا ناكل كل يوم كل يوم ماشي كيما الانسان اللي كل يوم تصور انت هذاك الكيميل تاع السكر وتاع تاع المايونيز وتاع وهذا يعني هذا هو المشكل اللي يقع في كثير في الاعياد يعني تلقاهم ياكل لك الكاطو كاين عادات في الغرب ربما نسرين تعرف هذه العاده يعملوا البركوكس في يوم العيد تاكل الكاطو ومن بعد البركوكس بالعصبان وتزيدي الفطور وتزيدي لا شفافه ثقيل بزاف ايه فبزاف يعني فكل هذه عادات سيئه صح سورتو في رمضان صايمين وسمعتوا لا جورني صايمين انا نصوموا حوالي 16 ساعه وناكلوا شويه ونشبعوا جو بريزوم كو كاع ترى لكم ما ناكلوا غير شويه نشبعوا ابخي كاين اللي في الليل يحب لي سكروري وكاين اللي نو مي هو اه هو رمضان على باز نورمالمون مديور باسكو ديتوكس اكزاكتلي حنا رمضان نرهدوا فيه صح صح سورتو في العيد في نهار العيد زعما انت ما تاكلش الكاطو اه انا من عشاق الكاطو انا من عشاق الاكل وانا مستحيل اني نهبط وزني من اكبر محبه كريهه انا وزني البقري بهذا الشكل انا حسين الجسم الجزائر معليش راك تحس روحك بياخي ما عندك حتى ما فوالا انا مرتاح مع نفسي وعم بالكم والله نحكي لكم هذه يوم نضعف يعني شكلي يتغير يصير مشي شباب ما يوليش انيق انا نقول لك الصح انا نحب المأكولات الجزائريه وتغمس تحب نحب شوفي نحب العصبان ونحب الدواره ونحب الطحام ونحب الرشته ونحب البركوكس ونحب كل شيء جزائري يا ويلي الله غالب لا بصحتك بصحتك والله نحب الله الرشته انا الرشته احنا نسناوها بزاف الرشته والبركوكس والطعام طعام نهار العيد والرشته تاع نهار العيد كاع نديروا طعام صح احنا نديروا طعام في العيد انتم ما نديروش اخرى ايه ناي يعني ولاد نايل ما شاء الله وكاينين يديروا الزفيطي نهار العيد شخشوخه بنينه هي الزفيطي بنين ثاني مي حار حار بزاف مي كاينين عوايل يديروا في زوج وانت اللي حاب واش تفضلي؟ انا نفضل شخشوخه وتحضريها انت يا عندي مونامي مون طيب بزاف شخشوخه بزاف شابه ميم دارنا يطيبوا بصح هذيك شخشوخه سبيسيال وانت يا طيبي ريحاب ولا لا؟ انا نطيب بصح تلمو الخدمه وكما وضحت ثاني نخدم كل يوم الناس في كوزينه جبدت عليها عندي عام اسمع بلا دات بلا دات يعني قطره لا دات عام كامل بالتحديد عام خلاص كوزينه والو صعيب بزاف على المراه الجزائريه من قبل هضرناها وقلنا انه المراه العامله برا وتزيد تدخل للدار طيب سورتو في رمضان بزاف لازم لها حق الملح حق الملح لازم لها حق الملح كاش خاتم تاع ذهب ولا كاش عارف عليها هذه راهي ترمي في الكلام يعني للعائله الكريمه حق الملح حبت نود النهار العيد خلينا نسري للعائلات الجزائريه لا صح يعني المراه الجزائريه تتعب صح صح ستو كان عندها زوج يعني نحيوا كاع الرجال اللي يتشرطون اكزاكتومون اللي يتشرطوا ما ناكلش هذه ما ناكلش هذه ما ناكلش البايت لازم لي حاجه جديده ايتو يعني حليل كاين النساء اللي يسفريو يعني حق الملح على حسب المقدور يعني ما مقدرش كي تكون خارج صلاه تاع العيد نحي ورده من كاش بستان ودي ولا حق الملح عجبك تكون خاتم واش راك تشري ما تشريهاش كاع بدراهم كاش بستان باسكو هي تقول خاتم دروك تتفرق كاين اللي يبدل الخاتم وهذا يدير لها كسوة تاع عيد نعم اغلب الجزائريين ما يديروش كادو لنساهم نو نعم ما يتضرش الاغلبيه ما يعرفوا كيفاش لكن احنا نعملوا لكن غانو هما زوجك وحابين يطفوا التلفزيون لا التلفاز راح يبقى مشتعل طبعا والتلفاز الوطنية أو شاشة الوطنية تبقى مشتعلة بفضلكم أنتم ضيوفنا الكرام نروح الآن كما قالت هي حق الملح لكن أنا نقول حق الجمهور جمهورنا الكريم لازم يستمتع ويستمتع بصوت غانو الجزائري فغانو المساحة لك حتى تطرب الجمهور وش حبيتي نغني لك؟ على بالك أنا نشرط موعود لك نحبها على عيني وراسي يعيش يلا تفضل يلا موعود لك بالسعاده والخير من عند غانو الجزائري لكم انتم احبه من الغاليين اينما كنتم سواء داخل الوطن او حتى جاليتنا فيلا
نغه قلبك يحضر ريلي كنتي ناوية ترميني في بير وعلى شد الغدر ماشي حق عليك كنتي ناوية ترميني في بير وعلى شد الغدر وعلاش على شد الغدر وعلاش على شد الغدر وعلاش على شد الغدر وعلاش على شد الغدر ماشي حق عليك وعلى شد الغدر ماشي حق عليك بنيت لك حيوطك بالساس حيوطك بالساس زوقتك فرات الخطر بالوان الوان الوان خطري بالوان حتى المياه جرت في الرصاص جرت في الرصاص يقدر ترك طيب يغني بالحان 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 يغني بالحان الحب يا الغدارة كيف في ديرة العين تنهدى مش خسارة فيه مولفك نكري العشرة والخير تبدلي المحبة باللي يغوي كنتي ناوية ترميني في بير وعلى شد الغدر وعلاش على شد الغدر وعلاش على شد الغدر وعلاش على شد الغدر وعلاش على شد الغدر ماشي حق عليك وعلى شد الغدر ماشي حق عليك وجيب راسك ليا واجيني السرور نشتكي والبعض انا بحلة الغرام جيب راسك ليا واجيني السرور نشتكي والبعض انا بحلة الغرام انا هواوي والفكر العشق حيرون انت بحالي باين عليك بلا كلام انا هواوي والفكر العشق حيرون دب حالي باين عليك بلا كلام لي تجي تحكي لي راني نجرب سلم وجرب وقف عالطبيبة جيب راسك ليا واجي نصوبو ناخدو ملك الله ونسعف ونصيبة ما تشوش لي فكري ما تعذبو ما تزيد لي كيا عن كية الغرامة اللي تجي تحكي لي راني مجربو شي ما قدرت على العشق يا سلام بالله يا غزالي اشي قلوبي يا يذكرك بعيوبي ويبعدوك عليا بالله يا غزالي اشي قلوبي يا يذكرك بعيوبي ويبعدوك عليا وما نعرفش ما نعرفش ما نعرفش لو كان عرف ما نعشقش وانا صغير
طلعت فوق السترة الريح زعزع فيا، الناس قالوا مهبول وانا نغرى من ليبيا. طلعت فوق السترة الريح زعزع فيا، الناس قالوا مهبول وانا تاير ليبيا. وما نعرف انا صغير، ما نعرف انا صغير، ما نعرف لو كان عرف من عشق وانا صغير. هاد الزمان الغزار كذهب ولا لي مرار، منو شربت يا حضار دع صغري وانا صغير. هاد الزمان الغزار كذهب ولا لي مرار، منو شربت يا حضار دع صغري وانا صغير. وما نعرف ما نعرفش ما نعرفش لو كان عرف. ميرسي يعطيكم الصحة. الله عليك الله عليك غانو. يا سستة مغران كماسة مبروك العاد، زنو ياسوم يا سستة مغران كماسة مبروك العاد. ربيك مناس الفرح سيدي يحيى لعتني غامبروك العاد. لا 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 احيانا مبروك العاد. غسلتها مغران الوالي غامبروك العاد، سلو ياسر حني غسلتها مغران الوالي غامبروك العاد. احنا نزرع بالولي سيدي يحيى لعدني غامبروك العاد. لا 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 هيا لا 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 غامبروك العاد. الله الله يرثى 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 يا الله الله اون قربني يما قولايا. الله الله ابها يا ابها يا ابها يا الله الله ونقرب يما قوريها. الله الله انزور الوالي انزور الوالي شيخ حداد يلغوث رباني. الله الله انزور الوالي انزور الوالي شيخ حداد يلغوث رباني. ميرسي برافو. غالي يعطيك الصحة فريمون وأمبيونس دو فولي. كاش عرس مور العيد كاع نحب نجي نشوفو كاع. أنا نجي والله غير على بالك رانا هنا. ما تحوسوش تفهموا راكم معروضين. خلاص نجوك راهي معروضة. حابين نشطحوا رانا هنا. أنا لأول مرة نشوف نسرين دخلت في دوامة من الشتاء وردية. نسرين ما شاء الله يعني تتفاعل بالخوف. نسرين مع ال ما شاء الله. حابة غير نشطحها. اكزاكتومون أغاني علاش أنا جو فيان دو تو ديكوفغيغ باللي تغني كامل الطبوع غاني. ماشي غير العصيمي. أنا مع الأولى عملت لي تغني غير العصيمي. ما شفتك بليزيوغ فوا في العاصمه، مي اليوم في القبيليه راه قلبتها خويا قلبتها. حبيت نجي نحيل في الميكرو. ما شاء الله عليك. اسمه يكفي غالي الجزائري يعني كما كل طوب. وانت عزيز علينا بزاف غاني والله شرفتنا بحضورك. شرف لي اختي. شكرا. بشرى يا بشرى كيقول اسمي دير هكا ودير هكا. ايه اكيد
نعم. بشرى، من غير نسرين، شكون الاقرب ليك في العيد؟ قلت لك في العيد في الساحه الفنيه، وشكون اللي في الساحه الفنيه تتعايدوا هكذا فيه مغفره، فيه تروحوا ليهم تجي ليك؟ من غير نسرين، يعني نسرين صارت معروفه، نسرين بشرى الصداقه والاخوه الابديه. الله يبارك عليكم. الله يسلمك. الله يسلمك. نعم. شوف انا بالنسبه لي كما يقول لك كاع قرب ليا، وكاع استاذير، انا مانيش من النوع اللي في العيد حتى عند ماما وبابا نروح تمتم ونجي، لانه دائما يكون سابقها بتورناج، سابقها بلاي تاع اخر. مي اجمالا زعما نعايد على الكل، غاني نعيط له، نعايد على الكل والكل يعايد عليا الحمد لله. بشرى، بشرى انا بشهادتي يعني، ورانا في زميلات وقبل ما نكون انا في مجال التمثيل كانت صديقه ليا، يعني بشرى محبوبه الجماهير، يعني تحب طول ما عندهاش لي كونفيونس، تبادر. صح صح، طول ما ما عندهاش مشاكل، ما الحياه قصيره، ما صح صح هذه عيشيها كما هي. جو مي برون با لا تيت، خلاص جا ايد ايد جا الاخر، ما عنديش مشكل. المهم المهم انايا هكا من هنيني نهنيك، هنيني نهنيك، هذه هي شغل. ما تجبناش الكاطو، جيب الكاطو كولو، جيب الكاطو. هذه حاجه مليحه، حاجه مليحه ليها، لانه الكاطو راهو حتى هو راهو غالي حاليا. نروحوا نغافروا عليها، ما نصيبوش الكاطو في الدار. خليها تحط لكم كل شيء صحيح هذاك النهار كامل، تجيب الكاطو. لا نصيبوا، ديروا فوز عند نسرين، نصيبوا غير الخضره مفوره هذيك هي، ديروا فوز، ديروا فوز عند بشرى، تاكلوا شويه صحي ثم تروحوا لل ايه. هاكو ديروا فيا هكا زعما، كاش نهار جيتوا عندي وما لقيتوش كاطو، نسيري قولي الحق. ما تلقايش كاطو بصح مالي. الله يبارك بالطبع الكاطو. لا لا بصح كاين. صح صح، القصره القصره معاك، الابتسامه. علاش كي تروح عند الناس وتلقى هي الصح واحد العفايس، باسكو كاين وين تروح تلقى طابله معمره وما كاش روح. صح صح صح، بالفعل. ايه صافي، ابتسامه الواحد ترحبي بالواحد اللي يجي ليك وتكسري معاه، كيما قلت صدر رحب، صدر رحب. وألي ترونسبارونت بشرى، ان فيت ما عنديش. بشرى، واش هو العمل اللي في العمل الرمضاني من بين المسلسلات الرمضانيه اللي جذبك وتمنيتي انك تكوني فيه؟ يعني من غير سكركش، يلا اعطيني عمل جذبني. شوف اجمالا، شوف كي نشوف، ما عنديش عمل اللي نقول لك شفته وتمنيت نكون فيه، باسكو كاين عمل عجبني بصح تمنيت نكون فيه، دائما نقول باللي ما كاش ما كنتش فيه لسبب او لسبب واحد اخر. ما كتبش. ما كتبش. لا ما كاش الغول تاعك. ايه ما كاش اللي يناسب. انا من نبدا دائما نحسن الظن في كلش. صح. انه ما كاش انا ندير روحي في بلاصه المخرج، على بالي باللي كيكون يقرا في سيناريو ولا كيكون واحد او يكتب في سيناريو ديجا يخمم في عباد معينين. صح. الانسان الا ما شافكش يعني يبني السيناريو على شخصيات معينه، يبني شخص على شخص، ما من المخرج كيكون يقرا يشوفك سبحان الله، يشوف فلان في هذاك لو رول. ابخي لا ما شافنيش، هذه هي من شجع توجور. شفت الضامه، شفتو باسكو ما كانش عندي الوقت، شفت الضامه كامل 11 شفتو وحبست. بصح من بعد تكليسي دي تقول دركا مور العيد ان شاء الله نديرو شغل زعما، نشوف 11 كومبلي، نعاود نشوف البطحه باسكو ما قعدتلوش بزاف، نعاود نشوف كل حاجه جازت ابار. مي على بالي باللي هادو ديجا جازو كانوا بزاف. كاين عين واسمها عين عيله عيله لا لا عين دار الفشوش، لا لا عين الجنة. عين الجنة. عين الجنة. عين الجنة قالوا لي كان مليح بزاف، يعني في قناة التلفزيون الجزائري. قالوا لي كان كاين سيت كوم تاع شفت ممثل خدم تورنوه في اضرار قهوة الشمارة في الصحراء. ايه هذاك عمل لابناء الجنوب، لابناء الجنوب هي كبيرة، حبيت نشوفه دونك مور رمضان ان شاء الله نشوفهم. اجمالا شفت الدامة عجبني، هضرت ديجا تلاقيت مع مزاحم، قال لي كنت راح نعيط لك، قال لي من بعد لاسباب ما عيطليش. دقيقه حبيت نسقسيها ثاني على العمل اللي كنتي فيه، وانا ثاني كنت فيه في حاره الشهاده ثاني. حبيت تقولي لي يعني اسكو عجبك السيناريو، كيفاش خدمتي معاهم؟ باسكو انا كنت معاهم في مليانه، خدمنا سي فغي، خلينا ديارنا كيما على بالنا كامل. ونروحوا نخدموا توجو على جال واش، على جال المشاهد باش يشوفنا، باسكو المشاهد دائما متشوق لينا، وحنا كوم لي برودكسيون يكونوا غير في رمضان، يكونوا غير في رمضان. دونك اعطيني كلمه يعني. شوفي حارة الشهداء، على حارة الشهداء، حارة الشهداء داروا مهدي تسابس اللي نحييه. نعم. مهدي سي ان امي من 2004. وي. تسمى مهدي كيعيط لي زعما على باليش نروح ندير كاش عفسه، نروح العين مغمضه باسكو على بالي باللي خدم شحال من خطره كيخدم باغ اكزومبل نقولوا خدم 5 برودوي، عيط لي فيه زوج صافي، صح شافني في هذاك لو رول. صح راني معاك في هذه. صح ولا لا؟ لا انا كيعيط لي، كيعيط لي على بالي باللي شافني في هذاك لو رول. لا فيل دو ميليانا سيتي بور موا اون ديكوفيرت باسكو ما كنتش
نعرفها. مريانة مدينة الأمير عبد القادر. اون فيل تري بروبر، ناسها بزاف كالم. في مليانة مثلا كي رحت المليانة قريب ناكل حجر، تلمون جوع لا ونقي. وحتى حنايا يعني في البلاطو رانا جيعانين حابين نسمعوا الأصوات الجميلة. وحان دورك رحاب، راح نختموا بك البلاطو. قبل ما نختموا طبعا راح ناخذوا كلمات من عند الحاضرين معنا، من عند النجوم، من عند ما شاء الله الباهيات الزينات، ومن عند فناننا الكبير نوال نسرين. نسرين ما تعرضنا هي في البلاطو اليوم. اليوم انا استضفتك بلا شرف ليا، شكرا. عطينا كلمه ولا سا ما في ان تري غون بليزير اللي راني معكم هنا في هذا البلاطو. ربي يعيشك. البليزير لينا حنايا ان شاء الله نكون خفف وظرف عليكم، وان شاء الله ندوزوا كما يقولوا العيد قدام يعني ناسنا، الناس اللي يحبونا. انا حبيت زعما نوجه تحيه للناس اللي راهم في لي زوبيتو، ان شاء الله كل عام وهما بالف خير. ثاني الناس يعني اللي راهم في الامن الوطني وهذو والسيترود تاع ديار العجازه، والناس ثاني يعني المعوزين، ان شاء الله اكزاكتومون ان شاء الله يكونوا عيدوا بالصحه والهنا. دونك دائما انا ندير هذا الميساج باسكو نحس بلي هو على كاهلي. وفي ان شاء الله نتلاقاو في اعمال واحد اخرين على قناه الوطنيه ولا قناه ان شاء الله. عطينا تحياتك بمناسبه العيد للعائله الكريمه، ولا من حبيتي تهدي تحياتك؟ انا تحياتي نهديهم للوالده والوالد اللي راهم يعني ما عيدتش معاهم في الولايات المتحده الامريكيه. الاخت ديالي ايضا، زوجها، ولادها، الاخ ديالي، وليليان. وليليان ليليان البرنسيسة ليليان، احنا نوجه لها طبعا احلى اهداء، نقول لها كل عام وانت بخير، ان شاء الله تكوني من اطارات هذه الدوله يا رب. هي وطبعا الجميلات بنات بشرى. بشرى كلمة ربما أخيرة توجهها لجمهورك اللي يحبك بزاف. نقول لهم كل عام وانتم بخير، كما قلت لكم ان شاء الله نتلاقاو غير في الفرح، نشوفوا بعضنا غير كي نكونوا بيان، وربي ان شاء الله كيفاش يقولوا ربي يفرج على كل واحد مهموم. كما قالت لك نسرين، اون بونسي للناس الكبار اللي راهم في ديار العجازه، اللي راهم مرض، ان شاء الله ربي يجيب لهم الشفاء سيغتو. وعلى بالكم باللي الصحه هي كلش، دونك هذه هي سيكو. نعم الصحه هي كلش. غاني وش نقول لك؟ نقول لك كانت قاعده خفيفه وظريفه. نقول لكم ميرسي بوغ هذه الاستضافه، جمعتوني مع ناس اللي نحبهم والله خواتاتي وسي. كل عام وانتم بخير. وين بونسي وسي توجور بوغ لي جون كي لي ما عيدوش. نعم بوتيت هم خدامين، بوتيت هم مرات، كل واحد والظروف تاعو. ونهدي سلامي للعائله تاعي. نعم غنو الجزائري. يلا رحاب كلمه اخيره وبعدها نروحوا نختموا بك هذا الجزء من سهرتنا لنهار اليوم. نقول لكم صحه عيدكم، ونقول لعائلتي صحه عيدكم تانيك، وانتم صحه عيدكم. وشكرا على الاستضافه الجميله، يعني جمعتوني بفنانين ما شاء الله، يعني نقول لك شكرا. وان شاء الله نزيدوا نتلاقاو في مناسبات اخرى ان شاء الله. ان شاء الله نتلاقاو في مناسبات احلى وابهى، وان شاء الله شاشه الوطنيه تجمعنا دائما بهذه الوجوه النيره والجميله. يلا رحاب، خلي الجمهور يستمتع بصوتك الشجي الطربي الجميل. تفضلي رحاب.
ما شفتو ولا قبلتو يا ما يا شغل يطيفو وفي يوم لقيتو لقيتو هو هو اللي كنت بتمنى شوفوني ست الدنيا وجريت عليه سبان هو وفتح لي نسيت يلا 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 جماعة يلا
ما ظنيت ما ظنيت ما ظنيت ما ظنيت حبك يغدرني يا 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 البوسعادية ما ظنيت حد يطيق عليك
عدنا لكم احبابنا الغاليين، عدنا الى شاشه الوطنيه، وعدنا بضيوفنا، عدنا بسهرتنا لنهار اليوم، هذه السهره اللي مازال مستمره على هذه الشاشه الصغيره. طبعا نقول للناس اللي التحقوا بنا للتو ومساءكم بالخير، صح عيدكم، كل عام وانتم بخير، ان شاء الله يدخل عليكم هذا العيد بالصحه والهنا ويكون في الخير عليكم وعلينا نوال. وهو كذلك بالنسبه للمتابعين اللي هذا وين التحقوا بنا، نقول لكم صح عيدكم وكل عام وانتم بخير، ان شاء الله تكملوا معنا ما تبقى من البرنامج. ولمتنا تحلى طبعا بوجودنا مع ضيوفنا الاحبال وبوجودي معك نوال. شكرا، انا ثاني سعيده جدا ما نكذبش عليكم، درنا جيوش بابنا انا يعني صداقه الواقع خرجت الى البلاط والحمد لله من خلال قناه الوطنيه اللي طبعا امين على راس الانتاج هو اللي اختارنا، سبحان الله، يعني اختيار نوعا ما موفق يعني نوعا ما. يلا ما نطولوش عليكم كثير الاحباب الغاليين في سهرتنا هذه، نروح نرحبوا بضيوفنا اللي التحقوا بنا في ثالث جزء من هذه السهره. زميل من زملائنا داخل القناه التحق بنا يعني عن جديد، لكن التحاقه كان عمل فارق، يعني دخل بسرعه الى العمل وين شفناه تالق في سهره النجوم، هو نجم محاور النجوم ياسر. مساء الخير وصحة عيدك، كل عام وانت بخير. صحة عيدك، صحة عيدك نوال، صحة عيد كامل الجزائريين والجزائريات وين ما كانوا متواجدين. اكيد سعيد التواجد معكم في هذا البلاطو، اول مره نكون كضيف في حصه من حصص العيد، يعني موالف العيد انا دائما في التقديم، لكن التجربه جديده، يعني تجربه جديده في الوطنيه في سهره رمضان، وبعد رمضان رانا في العيد صحيح، ورانا نحكيو عليها الليله طبعا هذه التجربه. نوال معنا سيده ثاني، سيده جميله جاتنا بلباس تقليدي، يعني الله 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 يبارك عليك سيدتي، سيده نينا شيف نينا، فوالا شيف نينا، مرحبا بك معنا، صحة عيدك كل عام وانت بخير. صحة عيدك اختي نوال، صحة عيد ضيوف اليوم معنا، صحة عيد قناة الوطنية ومتابعين قناة الوطنية. شكرا، نقول لكم كل صحة عيدكم، ان شاء الله تعيدوا بصحة ولهنا. شكرا، ان شاء الله يا رب الصحة ولهنا لكل احبابنا الغاليين اللي راهم يتابعوا فينا من خلال هذه القناة ومن خلال هذا البلاطو المسائي. طبعا عمر خيثر جا وجاب معاه آلة الساكسوفون الذهبية اللي مستحيل انه تبعد عليه. مستحيل. نعم، صحة عيدكم، صحة عيدك نواس، صحة عيد الضيوف الكرام، صحة عيد كل الجزائريات والجزائريين المتابعين قناة الوطنية، نشكركم على الاستضافة. لا شكر على واجب. نعم، ونخلوا لو ميور بوغ لا فان كما يقولوا. زميلي مساء الخير الياسن الشام، واش راك؟ جيسبيغ راك بخير وعيدت بخير، صحة عيدك وكل عام وأنت بألف خير إن شاء الله. الله يحفظك، نشكركم على الاستضافة. شكرا. صحة عيدكم ليك وحبيبي وكاع الناس اليوم معنا ومام اليوم يشاهدوا فينا، كل المشاهدين، العائلة اليوم في المستشفيات، إن شاء الله نجوزوا يعني سويعة شابة ولا الوقت. فوالا ان شاء الله. هي ساعات يعني مرت بسرعة، وين يعني بدينا في البداية مع فنانين ومع نجوم، ثم رحنا إلى نجوم آخرين، وما ننساش يعني ربما لابد أنه نشكر الفرقة الموسيقية اللي رافقتنا خلال هذا المساء، ربح بالأطرش عادل لاكارا، وأيضا سيد عمر خيثر، وكل الفنانين اللي كانوا حاضرين معنا خلال هذه الأمسية الجميلة. على ذكر الأمسيات ياسر، كنت تألق كل أمسية في قناتنا قناة الوطنية، احكي لنا قليلا عن هذه التجربة الجديدة في مشوارك الإعلامي. والله تجربة رائعة صراحة، قناة الوطنية هي قناة فتية، ولما دخلت مباشرة في الأجواء، يعني ما لقيتش روحي غريب على القناة، لأنه فيها ناس اشتغلوا معايا من قبل، كاين يعني مجالنا صغير وكنا نعرفوا بعضنا، فلما دخلت مباشرة دخلت في الجو، دخلت وكأني فرد من العائلة، كاين جو عائلي جميل جدا وأريحية، خاصة لما تحدثت مع المدير العام اللي نوجه له تحية سيد أحمد درويش، كان خلالي
أريحية تامة، يعني حسيت روحي عضو من العائلة مباشرة. نعم، وأنت أصلا أصبحت من العائلة وستبقى من عائلة الوطنية اللي راهي تكبر وتزداد يوما بعد يوم. نعم، نروح لك شيف نينا. مشاهدينا الكرام، هذا الكاطو اللي تشوفوا فيه جابته لنا شيف نينا، حدثينا شوية على هذا لي كاطو تراديسيونيل وكيفاش، ولا عندك واش عندك، عندك مغازا ولا كيفاش؟ معكم شيف نينا المعروفة بشوكولا. كيفاش شوكولا؟ عندي كرياسيون شوكولا، ابتكار في الوصفات صحيه تاع شوكولا. عندي سبيسياليتي تاع لي دات فوغي، لي فروي سيك رويال. نعرفوا لي دات فوغي، مي كيما العينه فارسي وال والمشماش والكيوي فارسي ولا مونغ ما يديروهمش. تما عندك العصرانه ميم في لي غاتو، هذا واش نشوفوا في لي غاتو، ما بقاوش كيما لي غاتو تراديسيونيل تاع بكري. راكي تما انت راكي وحده من لي شاف اللي دخلوا العصرانه في الحلويات بريستيج. شوفي البنه نخليها كيما لي فروي، راني دايره 3D لي فروي، ندير لا بات داموند مي نعاود نغلفها بشوكولا ونعاود نخدمها 3D. عطيتي لها روح واحد اخر، يعني كي تشوفها صادون فوالا كيفاش تاكل مكتوبه. راني نشوف في الياس نوعا ما الصراحه الى عالم اخر وهي تحكي لنا. وقيلا حبيت تاكل، كل تفضل الياس، كل ذوق الكاطو تاع نينا. بالفعل يعني الشباب ذوقوا الكاطو. وي بيان سور، او انا احنا دي امبورتي ياكل، او انا احنا دي نقدر على الفامي تاعو كامل وين ما دخل كلا البغرير كلا المسمن خلطها. قالت لي نعطيكم بورتي، انا جبت معايا ساشي صافي كحله وندي، انا ندي يا خويا. معليش خويا هذيك، يعني هذا الكاطو راهو ليكم تاكلوا تدوا معاكم يعني والبيت بيتكم. انا ذقت لي شوكولاتة ديجا من قبل عجبوني بنان، الخدمه متحوفه. الله يبارك، ربي يوفقك ان شاء الله. يعني عندي 25 ذوق تاع شوكولا. الله يبارك. شوكولا نواغ ولا شوكولا اولي؟ شوكولا بكم الاذواق، عندي بالتوت، عندي بالقارص، عندي بالبانان، عندي بالكيوي، عندي باللامونغ. لازم نروحوا ناكلوا عندها، لازم نروحوا. انا تعطيني لاباج انستغرام تاعها، عندك لي غيزو ايتو؟ عندي نينا علي في الفيسبوك والانستغرام نينا علي 16. سي بيان نخدم دي بوكي دو فلوغ بشوكولا. يعني انت سيدة منتجة داخل البيت ومبدعة ايضا. هذو هما حرايط ساير، حرايط هذه هي صح، يعني كل صباح بصنعة ومن اشياء بسيطة يخرجوا لك العجب العجاب. بنات الزاير كيما انت، يعني كنت صغيرة ثم طلعتي فنانة وراكي ما شاء الله ادوار ادوار ما شاء الله. كنت طفلة صغيرة ثم رجعتي فنانة وادوار كبار. كنت طفلة صغيرة ما كنتش خاطيني كامل الفن، ومن بعد صح كيما راك تقول انا ما دخلتش بكري للفن، وكي كبرت عرفت باللي انا 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 يعني جو سوي انتربريت دو فورماسيون، عندي ليسونس في ترجمه. وكي دخلت في الدومين هذا ارتستيك، الدومين الفني تسمى لو دومين ارتستيك، عجبني بزاف الحال. فينالمون انا عندي نقدر نقول لك عندي موهبه بيان سور باش قدرت ندخل، بصح درت تكوين بيان سور باش قدرت نكون روحي، وقدرت بيان سور ندخل. على شكل نوال والضحكه، الضحكه الاعجوبه والابتسامه الرائعه. الابتسامه انا جامي تفارق وجهي، الناس اللي تعرفني بيان سور هذه هي الله يدومها ويدومها وهكذا يعرفوك يعني كل الله يخليك. شكرا اللي راهم معنا بيان سور. الياس نروحوا لي نوال، انا نخليك مع الياس لانه علاش انتوما انت كممثله هو كممثل تفهموا بعضكم اكثر. فيلا الياس قل لي، هذا العام شفناك على قناه الوطنيه في سيت كوم جو كرويا وفرت الطو هاوس. فوالا كيفاش كانت الاجواء تاع التصوير، وكيفاش واش زاد لك هذا السيت كوم في مسيرتك الفنيه؟ يعني بيان سور تجربه كانت مليحه. سيت كوم كان من انتاج من قناه الوطنيه، بصح كي كنا في ظروف العمل ومنا ما تحسيش انتاج تاع قناه باسكو حطونا في ظروف ملاح. انا قلت لهم حطونا في ظروف 5 نجوم. يعني كان واقف على البروجي هذا المدير العام ومدير الانتاج ثاني امين معاش، طبعا امين معاش. اسمح لي فقط، امين معاش اللي عمل جهد كبير خلال هذا رمضان، حب يعمل نقله نوعيه في مجال الانتاج داخل القناه، ونشفناه يعني قام بانتاج عديد الاعمال. شفنا بفرط الطوش، شفنا
شرفنا سكرتي شفنا حتى وين ويز ساهو اللي كانت كل سهره الجوائز يعني يتمدوا لعديد الجزائريين والمواطنين، حتى شفنا في القناه سهره رمضان مع ياسر اللي راهو حضر. يعني حبيت انا ثاني نضيف اضافه يعني صغيره، في ظرف قصير يعني قناه الوطنيه قدرت تنافس قنوات يعني عندها كبيره يعني، وانا هذا الشيء جميل جدا صوتك يعني عندها انتاجات، بدات بانتاجات صغار ومن بعد ولات تبان، تما ما كانش دوك اللي ما عندوش الوطنيه في 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 دارو، والقادم احلى والقادم اجمل واحلى ان شاء الله. فوالا قلت لك كانت تجربه مليحه ليا ثاني، مع كنت تحكي احتكاك مع قال ممثل كبير، كانت معنا اروى مهراوي، نعم كان معنا بزاف، نشكر المخرج سيموح اللي وقف ثاني على البروجي، والسيناريو هو اللي كان بنين، احنا عجبنا كممثلين قريناه مع سيزانو سعيد سيزانو، يعني عجبنا السيناريو الممثلين ومشينا في البروجي، ويعني كانت اجواء رائعه امام فريق التقني اللي هم معنا اليوم ثاني نحييهم، ومعنا طارق ومعنا مختار موديل الاضاءه اللي كان في الاضاءه ولعبدو في الصون، يعني فريق التقني كاع كان كنا خاوه يعني. احنا كفنانين مع التقنيين كيف كيف نريحوا كيف كيف ناكلوا كيف كيف نرقدوا كيف كيف، كونا عائله تسمى الجو هذاك صنع، والحمد لله وسيدكم لقى يعني رواج، الناس عجباته قصاده كبير. احنا ديجا باش نعطي لك معلومه، احنا قبل ما بدا يبت سيدكم ديجا كنا دايرين حاله في لي ريزو سوسيو في تيك توك ولا في الانستغرام مع الشبيبه وليجانيتو، رفضوا مقاطع كما زعما عرسي انا ومونا اليمامي تو كاع بوفرطتو ولا فيش تاع سيت كومبارتو، تسمى الحمد لله انا بور مو هذه التجربه رائعه وزادت فيا يعني فوالا، ونشكرك قلت لك جميع واحد ساهم باش يعني مام حليم السكر باسكو تورنينا في البليده، نشكر ثاني حليم السكر هيئ لنا كل امور تورنينا تما في مكان في البليده فوالا. انا راني معاك الياس في هذه، كي تكون تخدم في ظروف يعني كيما هذه راك تحكي عليها ملائمه وتحس روحك مع خوتك شغل عائله، السيناريو تحفظه بلا مزيه بلا مزيه بلا مزيه، تكون بعد تولي كيما يقولوا دخل مام الارتجاليه في ويخليك سورتو كي تطيح في مخرج يخليك وي بيان سور. سيموح ثاني كان عطانا الارتياحيه ومام سعيد سيزانو، السيناريو بنين قلت لك كانت الحكايه شابه، احنا عائله بابا مراد اروى اختي منا، كان معنا محرقه يوسف مدينه غزاوات ممثل مسرحي قبل المخرج سيموح كان معنا ثاني، وكانت تجربه مليحه الحمد لله، انا كنت فرحان يعني، انا ما نتبعش بزاف المواقع قلت لهم، انا ما نقراش لي هادو لي كومونتيري تو، انا كي نخرج لبرا نعرف، انا كي كنت نخرج في السهره الرمضانيه ولا الشعب يقول لك بوفرط الطو يعيطوا لي مافيو باسم الاخر يحكوا لي صرات لي، الناس كانوا فرحانين الحمد لله. لي كومونتير ماشي لازم دائما نديروا عليهم باسكو شوف انا نعطيك انا عن تجربه يعني، لو بروميي كومونتير باغ اكزومبل يكتبوا لك حاجه ماشي مليحه زعما يكملوا كاع صح، الا كان لو بروميي كومونتير شباب يكملوهم كاع مليح، دونك الواحد يخدم ويمد مادام قادر يمد. احنا الانتقاد البناء والله غير نحبوه، احنا واحد كي صح كاين دي كومونتير هكا كاين في امين الناس يعني هذيك هذيك كل التعليقات لابد للفنان انه يتجاهلها، لانه اذا بقى معاها ما راحش يبني نفسه ما راحش يطور من درب. انا نقول ديجا انا مع قلبي ديما نقول مع هادو ديجا احبابنا ولا نقول نو مادا بيا نكونوا خاوه كاع، انا باش تكتب لي كومونتير عيان مادا بيا تصحوا ردوا بيان باسكو احنا كاع رانا خاوه رانا كاع في بلاد وحده، باسكو كاين ناس بلدان اعداء او يشوفوا فينا كاين اعداء، احنا دوك هذه قناه الوطنيه او يشوف العالم في اوروبا يشوف عندنا لي زيميغري عندنا منا عندنا اعداء متربصين بهذا الوطن، لازم نبينوا لهم باللي الجزائر ديما في القمه، الجزائر ديما يعني فوق ان شاء الله تبقى دائما الجزائر مليئه بالافراح، ان شاء الله تبقى دائما الجزائر ملونه بالوان الحياه. ياسر عرفت لياس في هذا رمضان ولا لا؟ نفيسه بيان سور جاز معاك حاجه اكيد يعني خصصنا في جزء كبير من البرنامج لانتاجات قناه الوطنيه، وحتى باش ما ننساش قلتي كاين بزاف انتاجات وانتاجات ضخمه، ما ننساوش رايات الحق اللي كان اقتناها السيد المدير العام يعني عمل خونجين ضخم حتى مسلسل فرونجين يعني عمل ما شاء الله سواعد الشباب هادو هذه الانتاجات هذه راح تخلي القناه تكبر في ظرف وجيز، هذه هي الانتاجات اللي تخلي الناس تتبع، وخاصه انه المحتوى محتوى هادف محتوى عائلي هذا هو اهم شيء، لانه الناس وش يهمها الان
ما يهمهاش يعني تجيب له ناس مشهورين، يعني الكل اللي يجوز في التلفاز ناس معروفين تحب ولا تكره، لكن اللي يمد محتوى نعم. مليح، محتوى نظيف. نعم، لابد المحتوى الجميل دائما يعمل صدى في اينما كان واينما وجد. نروح لك سيد عمر خيثر، هذه الاله، اله الساكسوفون، رفيقتك، رفيقة دربك، احكي لنا على قصتك انت والساكسوفون. بدايه تاع اله الساكسوفون كنت نسمعها وانا صغير، نسمع كان دائما يطربني لو سون تاع لو ساكسوفون. كنت حاب نتعلمها باي ثمن. مع الوقت لقيت اله تباع، يعني كما يقولوا ماشي تباع، يعني حطها واحد غارنيتور في حانوت. قلت له، قال لي ما نبيعها، انسيستيت عليه حتى ديتها. كي ديتها بديت نتعلم، وتعلمت وحدي، يعني ما كنت يعني كما يقولوا عصامي في الاله. بدايتي كانت يعني عندها زمان، كنت شويه فلاش تاع 18 20، يعني ما كنتش اكاديمي. نو يعني كانت عندك اوغاي ميوزيكال فقط. اكزاكتومون، لوغاي ميوزيكال، لو ديفلوبمون دوغاي، باسكو جيكوت لا ميوزيك دوبوي مون جوناج. دونك والاله نحبها، هذه هي حب الشيء يخليك تنجح فيه. بالفعل نوال، حتى احنا نحبوه ونحبوا آلته لانه الجاذب باش يمتعنا خلال هذه السهره بآله الساكسوفون. ياسر نرجع ليه انا ونوال. ياسر، شكون الفنان من بين اللي جازوا معاك خلال هذا رمضان؟ شكون الفنان اللي حبيت يعني لما حاورته لقيت انه عنده تلك الشخصيه التي ترتقي لدرجه النجوميه؟ نقدر نقولوا عليه النجم، احنا نعرفوا انه احنا عندنا ممكن نوال تشاطرني في الراي، صناعه النجوميه في الجزائر ما كانش، كاين فنانين كاين مشاهير، لكن صناعه النجوميه ما فيش. فشكون اللي تشوفوا انه ممكن من الناس اللي حاورتهم خلال رمضان او من غير رمضان تقدر تقول عليه نجم؟ شوف والله صعب الحكم، يعني هذا سؤال فخ، سؤال فخ. لا تتحفظ، يلا نوال ما نحتاجوش يتحفظ. كان يوجد لك نبيع. نقول لك هنا في الجزائر ولا في الوطن العربي؟ في الجزائر. يتعدوا الناس اللي حاورتهم، يعني ما راحش تشفع على كامل الناس. الوطن العربي فيه صناعة النجومية، لكن نحتاج أنا في الجزائر. في الجزائر نشوف كاين بزاف نجوم، كاين نبيل عسلي، كاين عزيز بوكروني. عطينا اللي شفتهم هاد العام. هاد العام شوف ما سعفناش الحظ للاسف الشديد في رمضان، لانه خاصه مسلسل الضامه اللي كانوا فيه نجوم كثار اللي برزوا، خاصه اللي نحب نحييه عبد الكريم دراج اللي كان دار دور هام جدا. وكريمو يعني منذ زمان هو يستنى في هذه الفرصة، فجاته هذه الفرصة وفرحت له بزاف، يعني كي بان في هذا رمضان. يعني ما قدرناش نجيبوا بزاف نجوم تاع رمضان هذا لأنهم كانوا لاتين بالتصوير. فاللي ما عندوش تصوير عنده برامج تلفزيونية. بون يعني جي يو لوكازيون باش فات معايا مراد خان، رابح سليماني، زبير بالحور، اللي كانوا كملوا التصوير. نعم. مي لو كان نقول لك زعما واحد، شوف اللي نشوفوا ربما يعني نقول لك دبلوماسي في الاجابه تاعو ياسر، والله ماشي دبلوماسي هكذا ونشوف فيه. ماشي دبلوماسي، شوف نقول لك ماشي كيستيون صداقه لانهم كامل اصدقاء، مي نرجع بحكم الخبره وكامل. نعم. فمراد خان نشوفوا ادى حقه في هذا رمضان. خاصة بالدور اللي لعبوا في مسلسل الضامة، والاختيار الأول كذلك، لكن الاختيار الأول أنا متحفظ عليه، ما خليني نقول متحفظ عليه، لكن تبتيليا مليح الكاستين كان مليح. يعني لا أنا لكن أنت تقول الآن راك تقول أنه الكاستين كان مليح، لكن الأغلبية انتقدوا الكاستين تاع الاختيار الأول. شوف هو الكاستينج مليح، لكن الأدوار ما تعطاتش لأصحابها الحقيقيين. يعني في مسلسل الضمة شفنا كاستينج برو، شفنا كل ممثل بدوره اللي يليق به في مكانه الصحيح يعني. لكن لما شوف يكون لعاب حميده والرشام حميده، ما رايحاش تكون الامور بيان. يعني تحياتنا للكامل القائمين على العمل، يعني ماناش نكريتيكيو فيهم من العدم، مي لازم كي تجيب نجوم كل واحد تعطيه مقامه.
صحيح. ومن ناحيه السيناريو واش رايك؟ السيناريو انا تحيه لاحمد مداح، لكن نشوف انا يعني الحاجه اللي ديرونجاتني انه وين نروح نلقى رضا سيتي ساز في شوف في الانتاج في الكاستينغ في الحوار في السيناريو في كل حاجه، فربما حتى الطاقه لو تكون عندك طاقه خليها في التمثيل ولا خليها في الانتاج ولا خليها في حاجه معينه، حتى الناس يعني ولاو في مواقع التواصل الاجتماعي يلقى انتقادات بزاف. انا ماذا بيا لو كان شفتو في حاجه واحده اخرى يكون كمنتج، لانه الناس كامل كي يكون كمنتج الناس كامل تشكر فيه، يقول لك رضا خدمنا معاه تعاملنا معاه وخلصنا في الوقت. ربما انا نشوفه كمنتج احسن شيء على غرار التمثيل. نعم جميل جدا انه راه معنا ياسر ومعنا كل هذا النجوم خلال هذه السهرة المميزة. طبعا ما ننساوش أنه اليوم راهي حاضرة معنا سعاد في الديكور، سعاد كرياسيون، طبعا المتواجدة هنا في مقر أو نقول مول المحمدية. أيضا ما ننساوش الحلويات باب تزاير، أيضا إضافة إلى نينا حلويات باب تزاير الجميلة. ونخلي الكلمات الأخرى طبعا للزميلة يعني زينونا قاعدة الحلويات تاعنا زينون القاعدة. شوف كل وحدة عندها لا تشتحى، نينا عندها لا تشتحى، دارت لنا كلكو موديل لي موديل هذوك اللي هي كاجو كوا. اني نشوف باللي تراديسيونال 100% 100% فوالا 100% انا تخيست بدون وجود عصرانة. لا لي عندنا لي فيزيك وحدة فيها عصرانة والاخرى هذا هو الابداع يعني عبود. بالفعل والابداع دائما حاضر مع نوال ومع كل احبابنا الغاليين في هذا البلاطو الجميل وفي هذه الليله المباركه. طبعا نروح لنينا، كلمه اخيره لك لنينا. نقول لكم شكرا على الدعوه، ربي يحفظكم. شكرا بلاطو كامل اللي راهم معنا لهنا، الضيوف ولا التقنيين، نقول لكم صحة عيدكم، كل عام وانتم بخير. نقول للجالية الجزائرية كل عام وانتم بخير، ونوجه العم تاعي في الخارج نقول له كل عام وانت بخير عمو كمال، انت وزوجة الأولاد. نقول العائلة تاعي كامل كبيرة الصغيرة كامل، نقول لكم صحة عيدكم باش ما ننسى حتى واحد ما يزعف. نقول له صحة عيدك. الفنانين نقول اللي خدمت معهم في رمضان وجلست معهم في البرامج، نقول لهم صحة عيدكم، والاصدقاء والاحباب كامل تاع شاف نينا. شكرا شاف نينا، مرحبا بك في قناه الوطنيه. وقت ما جيتي اهلا وسهلا بك. الياس شرفتنا بحضورك، كانت قصره يعني حلوه معك. انا نتمنى لك التوفيق ان شاء الله في مسارك الفني. صحة عيدك انت ثاني، واعطينا كلمه لاحبابك ولا العائله. نسلم على العائله ديالي، عائله نشام، عائله طيطاح، الوالد والوالده، نقول لهم صحة عيدكم، ولاد اختي وبنات خويا وكاع العائله والناس كاع اللي تعرفني، وثاني المرضى اللي يشاهدوا فينا دركا في المستشفيات، نقول لهم ربي يجيب لكم الشفاء. يعني نتمنى نكونوا انا فاجئوا عليكم يعني وراء التلفاز دركا، ندعي لهم كاع ربي يجيب لهم الشفاء. هذا هو، نتمنى عيد سعيد لكل المواطنين الجزائريين وعمال كاع تاع قناه الوطنيه، وفي فرصة أخرى إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله فرص أخرى. ياسر وليد الدار. ياسر وليد الدار ماشي براني. ماشي براني كما قال ياسر، وكلنا ما راناش برانيين داخل الوطنية. ياسر كلمة أخيرة، ربما إهداء للوالدين، إهداء للإخوة للأصدقاء، فالكاميرا لك. أكيد تحية لكامل الناس اللي راهي تتبع في قناة الوطنية، نقول لهم أول شيء صحة عيدهم وصحة عيد كل عائلتي، عائلة كسوري أينما كانوا أينما تواجدوا، ما نخص بالذكر حتى واحد، خاطر لو كانت تبدا تقول فلان وفلان وفلان دوك ندير لكم ليستا تاع منا لواكادوغو، دونك ما رايحاش تكمل. نقول لكم بقوا اوفياء القناه الوطنيه دائما وابدا، فالجديد قادم والجديد احلى ان شاء الله، دمتم في رعايه الله وحفظه. شكرا. رمضان كامل جست في برامج، كنت نلمس من عند مامي صابرين نقول لها صحة عيدك وشكرا على اللباس التقليدي تاعك اللي كي تحافظي عليه. شكرا. اذا سيدي الكريم انت ثاني يعطيك الصحة، شرفتنا بحضورك وان شاء الله نتمنى لك التوفيق في مسارك الفني. كلمة أخيرة وربما صحة عيدك للعائلة. أكيد صحة عيدكم انتم اللي راكم معنا القناة الوطنية، ان شاء الله نتمنى لها النجاح ان شاء الله المستمر والاستمرارية.
اخص بذكر امي العزيزه ربي يحفظها، الله يحفظها، عيدها مبروك وكل العائله اللي قايمين بها في وين راهي، والعائله تاعي وكل الجزائريين والجزائريات، وان شاء الله الجزائر كل عام تكون بخير ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. قبل ما نختم بيك وبعزفك على هذا الاله وتسمع جمهورنا الكريم باجمل الالحان والانغام، نوال سعيد جدا والله سعادتي اكبر بوجودي معك هذه الليله، ما شاء الله عليك صديقي. نورتي البلاطو بهذا اللباس، بهذا الطلب، بهذه الابتسامه الجميله. نوال ان شاء الله نبقاو دائما هكذا فرحانين، تبقى دائما لمتنا احلى وابهى. طبعا انا نقول احلى عيد لكل قناه الوطنيه من مديرها السيد احمد درويش الى اخر عامل من عمال هذه القناه، ما ننسى وش مدير الانتاج امين معاش، كل الطاقم التقني اللي راه مرافقنا في خلال هذه السهره، على راسهم طبعا السيد محمد تجار في الاخراج، عبده في الصوت، ايضا ما ننساش في الكاميرا مختار طارق رشيد الياس، ايضا حتى ابراهيم، يعني الاسماء كثيره كلهم في الكواليس يقولوا لي انا ما ننساش ايضا توفيق اللي دائما رافقنا ودائما يحاول انه يساعدنا في كل شيء، ما ننساوش ايضا كل ضيوفنا اللي كانوا حاضرين. احلى عيد لكل اهلي اللي متواجدين بالغرب الجزائري. لطفي راه يقول لي يلا ونسيت اسمي، لطفي ما ننساوكش اخونا الغالي اللي مرافقنا في التركيب، ريان برانسي اللي نقدر نقوله شهر كامل هو مع قناة الوطنية. ف يلا دامت أفراح الجزائر إن شاء الله. خليني نقول لك صحة عيدك أنت تاني، صحة عيد كامل عمال قناة الوطنية اللي يرحبوا بيا، على رأسهم أمين معاش نقول له يعطيك صحة، وسيد المدير العام للقناة. كنت سعيدة جدا أني جوزت هذا السهرة معكم، نقول لكم صحة عيدكم انتم تاني مشاهدينا الكرام أوفياء قناة الوطنية، إن شاء الله نتلاقاو بوركوا با دون دوطخ بروجي، نزيد نتلاقى مع الإعلامي الوسيم، هذا هو الوشوشو تاع الوطنية، لكن المشاكس في نفس الوقت والمشاكس صح لي كوليس طبعا. يلا يلا حبيبتي الغاليه، دامت افراح الجزائر ان شاء الله دائما لمتنا احلى، لمتنا ابهى، دمتم في رعايه الله وحفظه، نتلاقاو العام الجاي والى اللقاء. الى اللقاء.